حابب اليوم يعني كنت عم فكر هيك الواحد وين بده يبلش اذا بده يحكي ببكره بشيء في امل يعني في شق ايجابي جدا. تايتل تبع الايفنت اليوم يلي هو بالنسبه لبكره بتخيل اسمه بالنسبه لبكره عم بكره لنا انه شيء هيك شو هو جودي؟ بكره لنا بكره يعني اول مره عم نشوف شو هو بكره هلا بدنا نشارك بكره لانك شيء كثير منيح بس انا وقت انت بعثت لي المسج تبع بكره لنا حطيت دغري تايتل ثاني هو اليوم لمين؟ لأن بكرة لقلنا يا أخي على رأسي بس اليوم لمين وبكرة أين تن؟ عنا زعم الحرب بلبنان صاروا زعم السلم بلحظة غيروا البدلة شالوا الزيت صار كرافات صار رجل دولي بلحظة زلم سوريا صاروا هن الثورة على السوريين هن الاستقلال والسيادة بلحظة اليوم هن زيتوا عم بيصيروا الثورة على المنظومة ستتسمع ناس وزراء ونواب بيقولك احنا ضد المنظومة هو المنظومة مكتوبة عجبين هون This is part 2 of the project of the first talk يعني اللي بلشنا فيه on the 17th of January مع دكتور ألبان مخيبير ومع جاد رسن أول talk كان بعنوان بالنسبة لبكرة جربنا شوي نحكي فيه عن internal و external factors تبع شو عم بيصير بلبنان نحن كيف ك individuals أو كيف كمواطنين عم نشوف شو عم بيصير بلبنان والسياسي أو الواقع كيف هو عم بيتفاعل معنا وشو القصص اللي عم بتأثر على هذا الواقع وكيف معقول نفهم هذه الكومبلكسيتي تنقدر نتقدم فيها so, الشقفة الثانية من هذا الحديث اللي هي اليوم اللي هي اسمها بالنسبة بكرة لقلنا اللي فيها رح نجرب نشوف نحن كإنديفيدوالز شو فينا نقدر نعمل عن جد نقدر نكون عضو فاعل بهيدا الواقع اللي عم نعيش فيه هل نحن بس بدنا نتفرج ونجرب نتلقى أو بدنا نجرب نعمل قصص اللي نقدر نعملها على صعيدنا الشخصي أو على صعيد تجمعات initiatives أو أحزاب بس أذكركم مختارين مجتمعين نحن نتورك من اللبنانيين طلقنا ب 18 تشرين 2019 من بعد الثورة مساندة لكل اللبنانيين اللي كانوا عم بيصوروا وعم ينضموا بصوت واحد تيقولوا كلهم يعني كلهم نحن هلأ تقريباً 40 مدينة أكتف بعشرين مدينة في عنا لجان سياسية لجان نتوركينج كوميونيكيشن وليجل تنقدر نشتغل متواصل مع كل اللبنانيين تحديداً لحيالة مشروع ما أقوليكم جاي انتخابات في حال صارت تعاون بين أحزاب تنقدر نخلق حيالة نوع من طريقه عمل معقول تقوي كل شيء عم نقدر نوصل له بدي رحب اجان بجاد غصن بذكركم جاد غصن كان معنا باول توك وبتعرفوا اكيد من يو تي في ما رح طول كثير على الحديث عنهم الشخصين اللي موجودين هون شهادتي مجروحه فيهم جاد البير ما تستحيلها كثير هلا بخبير جاد بوليتيكال اناليست مع انه ما بحب يتسمى اكسبرت ولا شيء بس هو صراحه كثير عم يساعدنا نفهم شو عم بيصير بلبنان من حيالة نوع موضوع حيالة تمريق معقول تصير على قصه الكابيتال كنترول على حيالة موضوع اكيد بتشوفوا البيج تبع جاد اون يوتيوب يو كان فولو من وين ما كنت تقدروا تشوفوا كل الابديتس على شو عم بيصير بس مع فهم أكتر فما تكون خبرية بس عم تكون خبرية تكون هالخبرية فايتة بسياق حيالة استراتيجي عم تنعمل إن كانت جيدة أو مش جيدة من قبل الدولة أو غيره من المكونات ألبير مثل ما بتعرفوا بسيكولوج دكتور إن نيورو ساينس ألبير بيشتغل على الكوغنيتيف بايسيز بيشرح الكوغنيتيف بايسز هن التحيزات الفكريه اللي من وراهم نقدر نشوف الواقع بس بطريقه شوي مبعوجه اذا بدنا نسميها ما بنقدر نشوف القصص مثل ما هي او مثل ما ثلاث ارباع العالم عم بتشوفها وهذا الشيء بيخلق لنا شرف بنظرتنا لهذا العالم وهذا الشرف معقول بيقلل يوطي الكولابوريشن بينه وبين باقي الهيومنز سو ألبير بيساعدنا نقدر نشوف هاو التحيزات اللي عنا اياهم ونقدر نجرب نوطي لهم الأثر اللي عندهم إيه على تحليلنا للواقع وكيف نتعامل معه بحب أعطي شوية وقت رح يكون معنا مارك تويني like last time for the questions مارك بس تقول أنه هو من أول المنظمين لمختارين المجتمعين بباريس صراحة أكثر شخص أكتف بالنسبة لي بمختارين المجتمعين so thank you Mark for being here again جاد رح أعطيك الكلام إذا بتحب تنطلق بالموضوع تخبرنا شوي كيف معقول نحن كمواطنين نقدر نشارك بهذا التغيير اللي لازم يصير بلبنان
أنا بداية هيك بس أعطي برانتيز، لأني صرت كذا مرة بنسأل عنها إنه ليش دائما أعطي أكسبرت الخبير، خبير الاقتصادي. أول شيء لأنه ماني خبير اقتصادي بكل بساطة، ثانيا لأنه أنا عندي مش لحالي، في بتصور رأي كبير بالعالم مش بس بلبنان حول فكرة الخبراء الاقتصاديين، اللي هي مهنة استحدثت ايديولوجيا، مش لأنه هي شيء موجود دفاكتوم. الاقتصاد منه علم ليكون في حدا اكسبير فيه كأنه بيقدر يعطيك فورمولا للحلول. الاقتصاد هو مثل العلوم الإنسانية، سيانس إيمان، يعني بيعطيك ميثودولوجية للتفكير لتحدد خيارات، مثل ما السياسة بيسموها علوم سياسية بس من علم بالمعنى الطبيعي، العلوم الطبيعية. فهي بتحدد لك خيارات، والاقتصاد في خيارات. بمجرد ما نمشي بقصة الخبراء الاقتصاديين وكأنه نحن فينا نلزم هذا الشيء لناس بيعطونا الحلول ونحن منطبقها، هيدا التفكير خلق كاست، خلق فئة من الناس تحت صفة خبراء اقتصاديين يلزموا الاقتصاد، بياخدوا فيها خيارات سياسية جذرية لمصلحة فئات وضد فئات، وتحت شعار انه هيدا علم على حسابنا. كل اللي عم حاول يعني قوله وقت ارفض فكرة انه خبير اقتصادي، انه لازم كلنا كمواطنين يعني نرجع ندخل الاقتصاد لحقل النقاش العام، تيكون الناس شريكة بتحديد مصيرهم الاقتصادي اللي هو جزء لا ينفصل من السياسة. هاي بس برانتز. بالشي اللي أنا حابب بلش فيه، يعني في كتير ناس معقول تتفاجأ إنه معقول أنا اللي دائما أتهم إنه بوم، يعني إنه بومي بخبر الأخبار البشعة. حابب اليوم لأنك عم فكر هيك واحد وين بده يبلش إذا بده يحكي ببكرة، بشيء في أمل، يعني في شق إيجابي جدا بيخلي الواحد يقول خي إنه بلا بيطلع منه شيء، بيطلع منه شيء الدنيا بشكل عام، البلد على صعوبته. والسبب مش سهولة إنه بيطلع منه شيء، لا كتير صعب، بعرف إنه كتير صعب، بس نغرق نحن بالإشكاليات بمأزقنا الشخصية، ما منطلع بالشق الإيجابي على حجمه اللي بيكون أصغر أكيد، ولا منطلع بأزمة خصمنا اللي هي جزء من الشق الإيجابي اللي فينا نبني عليه. لأن أوكي نحن بأزماتنا، ولكن خصمنا بين مزدوجين كمان بأزماته. بالأيامات العادي قبل الأزمة كان الأمل أقل، لأنه قبل الأزمة كان النظام السياسي بلبنان والقوى السياسية اللي هي فاعلة بهذا النظام السياسي بلبنان مستقرة على كراسيها، على مواقعها، على أدوارها وعلى مصالحها، وعم تصنع لنا من خلال الإعلام، من خلال الأيديولوجيا، من خلال الأجهزة الحزبية اللي عندها سردية ناراتيف ليش البلد هيك، ليش في عنا مشاكل هيك. والناس بشكل عام بتقبل السرديات اللي بتصدر من مصادر السلطة مع الوقت، لتصير بالنسبة لها انه هيدا الكومن سنس، انه الدنيا هيك، ما هي الدنيا هيك، البلد طوايف، القطاع المصرفي بلبنان ممتاز، الدولار ب1005، استقرار حياتنا كان محطوط بكادر وثابت هالكادر. يطلع قوى معارضة تحذر وتقول يا عم هي بتفرض فينا كذا، ما حدا يرد عليهم. وبتذكر زياد الرحباني ب 93-94 وقت عامل المسرحيتين تبعه بخصوص الكرامة بالشعب العنيد ولولا فسحة الأمل، كتب جوزيف سماحة بوقتها بجريدة الحياة بال 94 مقال بيقول فيه إنه هيدا بس إكزامبل عن قديش كانت الحياة مستقرة براس الناس، بيقول فيه إنه بالبلد في شخصين عم ينحكى عنهم بكل قعدة وبكل عشاء. واحد اسمه رفيق الحريري جاي على البلد جديد حامل معه مشروع أمل لإعادة بناء البلد ونهوضه من الحرب الأهلية على الشكل اللي هو عم يدعيله. وفي واحد تاني حاضر بكل هالجلسات اسمه زياد الرحباني، اللي هو عم يجي قلنا انه هاي الحرب ما خلصت، وهاي الخبرية اللي عم يخبروكم يعني عن الأمل تفنيس، هذا البلد رح يقع فينا والناس رح تخلص عم تاكل بعضها. واحد عم يدعي للأمل والتفاؤل، واحد عم بيقول تشاؤم من المسار نحن فيه. بيقول بآخر المقال بجملة هيك إنه خوفي إنه العالم رح تشتري الأمل ولو مزيف، لأنه بده أمل وما بتشتري تشاؤم.
وبكرة وقت هيدي الفقاعة اللي عايشين فيها تفقع فيهم رح يلوموا الشخص اللي كان عم بيقلهم رح تفقع فيكم مش الشخص اللي بيعهم الأمل. هيدا الشيء استمر 20 سنة، بقيوا الناس عايشين بهالفقاعة، نحن منه كلنا منه. ليش عم أقول في بارت بوزيتيف اليوم؟ لأنه في أزمة. لو ما في أزمة ما كنا حطينا in question كل هالناراتيف اللي عايشين فيه. وفي فكر بالبلد كان مهزوم لعقود، هالفكر اللي يسمى بلبنان يسار كان مهزوم فكريا. اليسار منتصر، يعني بتضحك الفكرة هي، بس فكريا ببعض الجوانب الأساسية، في بعض الجوانب لا، بس في بعض الجوانب في عم بيتقدم. مثل مثلا صار في عنا ناس، أنا بمحيطي بعائلتي بقرايبيني في ناس من 10 سنين كانوا هني يقولوا ايه رياض سلامة من أهم حكام المصارف بالعالم وعامل شيء ما حدا بيعرف يعمله غيره. في محيطنا ناس كانوا يقولوا ايه القطاع المصرفي أحسن شيء عملناه بهذا البلد، وهو لاقط الاقتصاد كله من أقوى القطاعات بالمنطقة وربما بالعالم. في ناس كانوا يقولوا انه هذا النظام في فرادة دولية، في انه اكسبسيوناليزم، انه هذا اللي ما حدا فهمان كيف بيشتغل بس عم بيشتغل. كل هالأفكار سقطت. صار في ناس عندهم مغالاة التطرف لأنه ما بدنا قطاع مصرفي من أساسه، يعني صار بيتخطوه، لا نحن بحاجة لقطاع مصرفي بس تحت إدارة الدولة ضمن أدوار مضبوطة بتخليه المصارف يكونوا مصارف مش حاكمين، مش يصيروا هن بموقع سياسي وسلطة. بقى بكل هيدا المسار عم بيصير في تقدم، هالتقدم بطيء بطيء، بس تخيل لو ما عم بيصير، هل هالمسار في حتمية تاريخية انه رح يكبر ورح يقدر يوصل على الحكم؟ لا، ما في حتمية بشي، في يرجع يتراجع، فينا نروح أيام أسوأ. بس على القليلة الأزمة فتحت لنا فتحة بهالباب. إذا واحد ما بيشوف هالفتحة وبيضله عم بيطلع بكل السواد يمكن ما ينتبه إنه في شيء اختعت ندفشه سوا، يبقى في آخر شيء اللي هيدا بعد ما تحقق. وإذا تحقق ساعتها في واحد فعليا يكون عنده أكثر تفاؤل، اللي هو انه الناس تقتنع انه هذا الباب هم شركة بانه يفتحوا اما يسكروا، مش حدا عم بيحضر فيلم وننطر تنشوف مين يربح بالاخر. هذا بس حبيت بلش فيه. ثانك يو، انا كثير معك بانه ما انه فيلم عم نحضر، هو فيلم عم نشارك فيه. يعني البير ما بعرف اذا حابب تزيد شيء على اللي قاله جاد. طبعا نعمل شويه اكيد. لا، في كثير قصص خير مهمة من أنا بح أكتر شيء علق عن قصص خاصة بالعلم النفس والبسيكولوجي بكيف منتغير، لأنه هيدا الشيء بعد بفهم فيه أكتر من غير قصص. وفي نقطة كتير مهمة عن هل وقت يكون في أزمة هل نتحرك أم هل ننحبط، وموافق 100% على نقطة أنه لبنان كل حياتنا نحن بموقع مثل نقطة وين الوضع عاطل بس مش كفاية لنتحرك. يعني دولار 1500 ما في شغل بس الوضع ماشي الحال، ما في كهرباء بس في كهرباء، في موتور، مي سخنة فيك تدورها أما تتحمم بتجي، البنزين بيطلع بيرجع بينزل، بيرجع بيطلع بيرجع بينزل، مرات بيجوا السواح مرات ما بيجوا السواح. يعني مثل ما نقول لا معلق ولا مطلق، وهيدا لا معلق ولا مطلق دلينا على 20 سنة فيه أكتر يمكن حتى، وهيدا الشيء الأكيد إنه هيدا ما بخلينا نتحرك. إذا واحد بموقع اسمه التقني loss aversion، ما منحب نخسر، نحن كبشر عنا تفضيل، بفضل ما أخسر من إنه أربح. يعني إذا عندي أنا عندي شوية مثلاً شوية قصص، عصفور بالإيد أحسن من 10 على الشجرة مثل ما نقول. إذا أنا عندي شوية قصص بإيدي وفي يا خاطر أخسر إنه أربح كتير يا ما خاطر، بفضل ما أخسر. هذا شيء أكيد إنه هالمرحلة كانت مرحلة وين كتير صعب تقنع الناس تتحرك، لأن بتقولك كتر خير الله عندي هيدا الشغل، كتر خير الله عم بقدر أدفع قسط المدرسة. وهيدا شوي مثل صورة إكسبرينس نعملت مع الساحرين. الساحرين وقت بدون يمرنوا الحيوانات تبعهم، مثلا ساحر بدون يمر بالأرنب تبعه، الأرنب بيصير يسمع منه أنتم بيطلع من الأبوعة تبعه، أنت لا بيجوعه 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 وما بيخليه يشوفه انه عم يجوعه، ما بيخليه ما بيعرف الارنب ما بيشوف انه عم يجوعه. وبعدين بيجي الساحر بيعطيه جزره، الارنب شو بيفكر؟ انه هيدا الساحر هو اللي معيشني، هيدا الساحر هو اللي عم يخليني اعيش.
فأول مرة رح يقوم ضده لأنه عنده كفاية أكل تما يموت جوع. هيدي النقطة اللي بتخيل كان عم يحكي عنها جاد تبع منتزك منلوم الشخص عم يقلنا يا خي أنت بقفص شو بدك فيه هيدا الساحر، هو بيقول لك لا بس ما هو اللي عم يعطيني الجزرة، طالما فيها الجزرة عم تجي حتى إذا أنت جوعان بس إنه مش عم تموت بتدلك جامد هون، وقت ما يعود فيها الجزرة وقت الساحر ما يعود عم يعطيك في عندك فيك يا تتحرك يا تنحبط. وهون بنرجع على على التايتل تبع الإيفنت اليومي اللي هو بالنسبة لبكرة بتخيل اسمه بالنسبة لبكرة أم بكرة لقلنا ماشي هيك شو هو جهودي؟ بكرة لقلنا بكرة لقلنا أول مرة عم نشوف شو هو بكرة هلأ بدنا نشارك بكرة لقلنا شيء كتير منيح. بس أنا وقت أنت بعدت لي المسج تبع بكرة لقلنا حطيت دغري تايتل تاني هو اليوم لمين، لأن بكرة لقلنا يا خي على راسي بس اليوم لمين وبكرة أيمتى، لأنه مثل إنه بكرة فيكون بكرة بكرة فيكون بعد 10 سنين يعني ما في شيء بيقول. كتير مرات بسمع وتنعمل توليد حوار عن لبنان ناس عندهم فكرة كتير خاطئة إنه لازم تخرب تتزبط، إنه إذا ما بتخرب ما بتزبط، لا إذا بتخرب فيها تضلها تخرب. ما في شيء بيجي إنه جارنتي إذا أنا خربت بعدين رح تزبط، فيها تخرب دل عم تخرب دل عم تخرب دل عم تخرب دل عم تخرب وما تزبط. إنه في عندك قارة بكاملها في أفريقيا دل إنه تخرب 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 وما كتير عم تزبط لهلا يعني مؤخرا صار عندنا شوية عوامل بركة في كم محل عم تزبط فيه. وهون نوصل على آخر نقطة اللي هي أهم نقطة اللي هي إنه نستوعب كمان هون كلمة تكنيك ما بعرف ترجمة العربي اسمها agentivity. agentivity يعني أنت تكون agent يعني تستوعب إنه أنت منك مشاهد بس أنت عضو فعال بشو عم يصير بحياتك، يعني مش أنت تتقبل إنه أنا نحن بلبنان اخر مره حكينا عنه بالنسبه في شيء اكبر مني ومنك عم يصير اتسترا اتسترا. عندنا كثير هالنقطه وين نحن بننطر ناطرين شو رح يعملوا السعوديه وايران، شو رح يعملوا مع اسرائيل، شو عم يصير بين الامريكان والفرنسويه، ناطرين الانتخابات الامريكانيه تنجوز رح يربح ترامب ام بايدن تيقرروا يثبتوا الليره ويطلعوا حكومه، كانه هو يعني بايدن وترامب كل يوم قبل ما ينام بيسال حاله شو عم يصير بلبنان، انا ناطر هذا القرار المصيري تبعي. وطريقه الحكي ها بتخليك انت ما تعود عضو بشو عم يصير بحياتك، ما تعود ممثل من هون تجي اجنتيفيتي يعني ان ايجنت، ما بتعود انت عم تعمل شيء. ولقلي اكبر نقطة واكبر تشالنج عم نجرب نعمله هو نقدر قد ما فينا نخلي للاشخاص تفهم انه هي لازم تكون الشخص اللي عم يفتح هيدا الباب يلي كان عم يحكي عنه جادو. أكيد الأزمة فيها تكون شيء فيها تعمل مسار للتغيير، بس أهم شيء ما نفكر إنه هيدا شيء أوتوماتيكي، إنه إذا صار في أزمة مثل سحر يعني مثلا مرات ناس تقول بفرنسا أخذتهم 100 سنة تعملوا جمهورية بعد ما قطشوا له راسه للملك، إيه 100% بس مش انعملت لحالها، مش إنه قعدوا هن ببيوتهم 100 سنة بعد 100 سنة طلعت لريبوبليك، لا كان في ناس عم تنزل وتدفش 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 وتدفش. وقت نحكي عن التاريخ نحكي عن التاريخ كأنه بال بيصير لحاله، ما بيصير لحاله، بدك ناس تدفش والناس هن نحن مش هيك شيء مجهول. كيف وقت نكتب بالقواعد الفاعل مجهول؟ لا الفاعل منه مجهول، مش وتغيرت الشغلة في ناس نزلوا وغيروا. وهيدي لازم كتير نوصلها عن ما بيصير شيء هيك لحاله. أنا يعني إذا في عقب عليكم تكون يعني حتى من بعد أول تاك هيك كنت عم شوف كومنت شوي على يوتيوب إنه شبعنا حكي وين الشغل، ونحن عارفين إنه الشغل والتغيير ما راح يصير على ليف على فيسبوك لايفز يعني، لأن إحنا عم نعملون وراء هي العالم عم تحضرون ده. هيك كمان بدي أذكر العالم إنه مختبين مجتمعين مثل غيره من غير networks initiatives وأحزاب هن عايزين عالم يكونوا عم بيشاركوا عم يشتغلوا معهم. so please إذا حدا عنده الوقت والطاقة أو حابب يكون عم بيشارك بهذا الشيء please تواصلوا معنا على page مختبين وعلى غير pages بتشوفوا initiatives أكتر بيلاقوكم بيلاقوا نوع الشغل اللي بدكم تعملوه. البال ارجع على هيدا بس علق على شو قال مارك بالتشات ما بعرف زين اكزاكتلي. انا بدي اسالك عن هيدا الشيء لانه بالكتاب تبعك كنت حكي شيء عن الليرد هيلبلسنس، وهل هيدا الشيء يعني انا بحس انه هيدا الشيء اللي اكثر شيء باكج كاريزيلينس، يعني نحن الفاكت انه شايفين لدرجه انه تعلمنا انه خلص هيدي هي هيك وصرنا بنسميها شيء حلو ريزيلينس، بس هي ان فات هي الليرد هيلبلسنس، يعني نحن عم نكفي شيء اللي عم نعيشه
بس ان فيت وير نوت اكتنج ان يتغير هيدا الشيء ومن نسميها ريزيلينس بتطلع شيء كثير حلو نحن الشعب اللبناني ريزيلينت. ما بعرف اذا بتوصف لي وقت نحكي رودي انا وياك عاده نفضح احاديث سريه. انت بتعرف انه انا بكره كثير كل شيء خاصه بالامل, كل شيء خاصه بالبوزيتيفيتي, كل شيء خاصه بكل شيء. واذا صار شيء بلبنان خليني اكره كلمه ريزيلينس. انا عملت بي اتش دي تبعي عن anxiety disorders, عن مشاكل طبعا الستريس والانكزايتي, وشقفة كبيرة من القدرة واحد يتحمل anxiety هي resilience. يعني إذا نكون أنا أكتر إنسان بدافع عن concept resilience, اشتغلت 7-8 سنين من حياتي على هالconcept, بكرهه لأنه الأمل في يكون شيء positive والأمل في يكون بكرة الوضع رح يكون أحسن, وبصير أكبر موتور لما تعمل شيء. resilience هي تقدر تتحمل pressure بالحياة, ضغط, وتدلك تكون شغال. هاي resilience. يعني resilience مثل مثلا خيين أم أختين بعائلة, واحد من الأهل بيمرض, يمكن شخص يتأثر كتير ويدفرس وما عاد بقدر يشتغل, وشخص تاني يقدر يدله يعني مثلا ياخده على موعد الحكيم, يجيب له أكل etc. شخص أكتر resilient. لبنان صارت resilience basically تقبل كل شيء. الثاني أضرب بروفرب عنا بلبنان هو اللبناني وين بتكبه بيجي واقف. إذا بتجي واقف بالخرة هيدا شيء مش منيح. إذا أنت ريزيلينت على وضع منهار هيدا شيء مش منيح. ما أنك ريزيلينت إذا شخص مثلا, أنا اشتغلت هون بسنترز لنسوين بيتعنفوا, إذا مرة بعلاقة مثلا عم تتعنف عم تقنع حالة أنه الحق شوي عليها, أنه هو عم يجرب, أنه حرام, بيتعب كتير بالشغل إتسترا, ها مش ريزيلينس. هيدا مثل ما أنت عم تقول learned helplessness. learned helplessness شو يعني؟ يعني وقت حدا يكون بوضع عاطل كتير لقله, عم يعمل له حتى أمراض نفسية عم يأثر عليه شخصيا, وهو عم يتحمله وعم يتقبله وعم يتقبله, واللبناني بدله ماشي وبعد ما نحن مبسوطين, واللبناني بتروح على لبنان بيستقبلك وبيعمل لك أكل وإتسترا. نحن عايزين ننكر الواقع, مش عايزين نكون أكتر resilient, عايزين نرفض الواقع, نكون بعكس الريزيلينس, نكون بمبدأ وين أنا ما بدي بقى هالشي. لا, ما بدي بقى أتأقلم, ما بدي إنه الدولار صار 15,000 لحلاقي طريقة صرف من هون وأطلع من هون وأزمت من هون, ما في أعمل أنا معاملة بقطع من هون, سكرت هالطريق بيخد هالزروبة. لا, سكر الطريق بفتحها, الدولار نزل بدي أرجع, الدولار طلع بدي نزله. الريزيلينس بلبنان صارت حجة for inaction, الأمل بلبنان صارت حجة تما نعمل شيء, البوزيتيفيتي صارت حجة تما نعمل شيء. وكتير لازم ننتبه, التفاؤل optimism, تفاؤل منه دايما منيح. كنت عم تحكي أنت عن التنافرات الفكرية cognitive biases, في bias اسمه optimism bias, في deviation. إذا أنت كنت optimist بوضع منه optimist, أنت عم تضحك على حالك وساعتها عم تبرر ما تعمل شيء. وريزيلينس منا شعب ريزيلينت, نحن شعب بيتقبل قصص ما لازم نتقبله بحياتنا ever. هلا هذا الشيء وقف. يعني بحب دائما اتذكر انه ب 17-20 العالم بمحل ما وقفت مع بعضها, كلهم شافوا انه السبب المآسي اللي هن عم بيعيشوها هو واحد, لا هن الديانات ولا هي الطوائف اللي غير, وتوحدوا على شعار واحد اللي هو كلهم يعني كلهم. قديش هذا الشعار جاد بتوافق عليه, لانه هذا الشعار منه سياسي, مش منه سياسي بس انه ما بيوصل لمحل بالسياسة, لانه لا فيه عم نحمل حدا مسؤولية كاملة ولا فيه عم نجرب نوصل على حل, وانما هو تنفيس الشعب عم بيلاقيها. بس قديم هم نرجع نتذكر هذا الشيء مع العلم انه يعني من 8 شهور صار في انفجار بالمرفق, يعني بفتكر ثالث أكبر انفجار ما كان نووي بالعالم, صار في تقريبا 200 قتيل من وراء هذا الانفجار, 3000 جريح, 300,000 شخص اضطروا يفلوا من بيوتهم. كل ما أقرأ شيء عن هذا الموضوع شوف أنه الدولة ما شاركت بشيء. يعني العالم اللبنانية من برا كان عم يتبرع من مصاري تيسير في هذا التغيير, وكأنه يعني العالم صار يقولوا في محلات صار يقولوا نحن الدولة, وهو عن جد لأنه هن صاروا عم يعملوا رامبسمو لدول الدولة. يعني ما بعرف جد قديش بتشوف أنه هيدا الشيء مناسب, يعني هل نحن عم نرجع بهالطريق لطريق شغل NGOs, أو عم نكون عم نشتغل على شيء عن جد معقول يوصلنا لمحل عم نبني structure, وين يعني هيدا الشيء ممكن يساعدنا نشوف أنه خي هولي نحن لحقينهم ما خرجوا يعملوا شيء. الأفضل أنه
يعني ما نغرق باليوميات اللي لازم نشتغل عليهم ونتنظم بطريقة تانية أفضل، يعني على المدى الطويل ممكن توصلنا محل. ما بعرف إذا فيك تضوينا شوي على هذا الموضوع. هلا قلت كذا شغلة من 17 20 ل 4 على رياكشن الناس على 2 وعلى الكونكلوجن بالآخر وين صرنا. أنا إذا بدي بلش أول شيء 17 20، أنا برأيي الشعارات اللي تركبت سياسيا على 17 20 لا تمت لحقيقة ما صار ما حصل ب 17 20 بصيرها. صح إنه رمزيا الناس بلحظة معينة في واحد يطلع فيهم يقول نزل الشعب اللبناني بين مزدوجين، شو يعني الشعب اللبناني؟ في ناس ما نزلت، في ناس مش هينة بعددها ما نزلت، بس كان حدث غير مألوف إنه الناس تنزل من دون جهة حزبية معروفة داعيتهم بهالكمية باختلاف مناطقهم اللي نعرف الحواجز الطائفية اللي كانت تخلي مناطق تتحرك وقت مناطق تانية ما تتحرك. هالمرة لا، كان في تحركات متزامنة على القليلة بالبلد كله. هل هذا الشيء بيعني انه الشعارات اللي انكبت عليها لهذه الانتفاضة على قد جسمه ولا ايام اضيق شوي ايام اوسع شوي؟ انا برأيي لا، مش على قد جسمه. كان في كثير مقارب سياسية من خلال وصف 17 تشرين. هل 17 تشرين ثورة؟ بكل مقومات الثورة واحد ما في يقول 17 تشرين ثورة. ليش في قوى سياسية بعد اليوم بتوصفها أنه ثورة وبيوصفوا حالهم؟ عادة بدك حدا يوصفك، مش أنت اللي توصف نفسك. يوصفوا حالهم بالثوار، ما في كونوتيشن سياسية لا تعطي صفة مورال، صفة قيمية لحدا أعلى من الثاني. أنا برأيي مبلغ. طيب الحديث الثاني اللي إنه الشعب اللبناني بلحظة 17-20 خلع توب الطائفية عنه ونزل موحد بالشارع. طيب كلنا بنعرف إنه مش مزبوط. إيه في جزء أساسي من الشعب اللبناني شكل عنده مثل شوك، انهيار السيستام، انهيار النظام بما يحمله من كل هيدي الناراتيفز اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، اللي كانت زي بدك هي المقدسات اللي مركب البلد، صورة البلد بذهننا شو هو لبنان. كان في صفات معينة نهارت كلها قدام عيوننا، حطينا علامة استفهام عليها كلها، وصار في أولوية على صراعنا الطوائفي يقول خي حياتي ولقمتي وكذا، بس التاني ما التغى. كان في فرصة ولا تزال الفرصة موجودة انه يضعف هذا الانتماء الطائفي لمصلحة انتماءات اخرى اكثر انتاجية، يطلع منها شيء بالاخر. بس بوقتها الطائفية منا توب تنشلحه وما نلبسه. الطائفية هي علاقات مجتمع ببعضه، علاقات السلطة بالمجتمع والمجتمع بالسلطة. في صراع بلحظة 17-20 مع انهيار النظام خلق. مش هيك أنا كنت من الأساس كل التركيز إنه لازم يطلع مشروع سياسي، مشاريع سياسية يختلفوا بين بعض جماعة اللي هن نازلين على هذه المظاهرات على مشاريعهم المختلفة، بس خلينا نحن الشرعية اللي عم تخلق من خلال هاللحظة انهيار النظام نوظفة نجيرة لمشروع سياسي بيتخطى اللحظة وبيستمر من بعدها تيصير productive، تيصير عنده انتاجية ليصل لمحل. لأنه بالسياسة فشة الخلق والتعبير عن الغضب ما بيفيد بحد ذاته، يعبر عن شيء بس ما بيبني شيء. بدك لحظة هالغضب واحد يقدر يحولها ويستثمرها بمشروع سياسي، وهذا مسار، هذا منه لحظة. ما في شيء اسمه 17-20 بالسياسة إلا ديكلانشور لشيء، من هونيك وبالرايح بده حدا يحمله ويوصفه سياسيا. بصير هذا المسار كله. بده واحد ما ينسى إنه هول اللي بوجهك مش عارف عم يتفرجوا عليه، في قوى سياسية تانية رح تشد بتاني اتجاه، لأن قوى السلطة أكيد مش رح يتفرجوا على شيء جاي عليهم يقعد يتفرجوا عليه، يا رح يبلشوا يواجهوك بالمباشر بالجزرة أم بالعصا، كل واحد حسب مقدراته، يما رح يخترقوك من جوا ليصيروا هن الانتفاضة وانت الحركة، إما يوتوبيك اللي ما بتفهم بشي عم بتطالب بشي خيالي، إما بنفس الوقت انت حدا عم بيضرب المصلحة العامة وفي حدا موظفة. بده واحد ما ينسى كمان انه بتاريخ البشرية كل عمرها هيك، وقت انهار الاتحاد السوفيتي مين بوريس يلتسن اجا من بعده؟ بوريس يلتسن كان بالحزب الشيوعي، صار هو رئيس روسيا ما بعد الشيوعية وراح عمل انفتاح اقتصادي. بوتين الرئيس من بعده كان بالكاجيبي.
المانيا ايام النازيه صار في نورنبرغ وحرب عالميه ثانيه خسروها وتحبس ناس. اغلب وزراء اولى الحكومات بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كانوا هن المانيا الجديده كانوا ناس نازيين. طيب لشو بعد عنا زعم الحرب بلبنان صاروا زعم السلم بلحظة، غيروا البدلة، شالوا الزيت صار كرافات، صار رجل دولة بلحظة. زلم سوريا صاروا هن الثورة على السوريين وهن الاستقلال والسيادة بلحظة. اليوم هن زيتهم عم بيصيروا الثورة على المنظومة. ستتسمع ناس وزراء ونواب بيقول لك احنا ضد المنظومة، وهي المنظومة مكتوبة عجبينه هون. كل عمرهم شغلة السياسيين يغيروا الناراتيفز ويتموضعوا يغيروا الديفينيشنز للحقيقة ويصير موقعهم بالديفينيشن جديدة دائما للسلطة. موقعك انت تغير هيدي الناراتيف، مش بس تقلب، مش بس انت معارضة، بدك تغير الناراتيف. هون بيصير السؤال وقت يجي 4 آب اللي هو حدث كمان مفروض يكون كتير كبير، ما نشوف التقل اللي شفناه ب 17 قبله بكم شهر، مع انه الأزمة المعيشية بعدها وأصعب، في انفجار بهذا الحجم وفي كورونا وإدارة سيئة لموضوع كوفيد-19 كمان بهذا الحجم، كيف تخلص هذه كلها؟ ما منلاقي ربع التحرك اللي صار قبل كم شهر. إذا بهذا الصراع اللي عم يصير البلد، لا، في حدا عم يربح وحدا عم يخسر. لأنه أنا برأيي الشخصي ما حطينا باكت دلو عم نوظف نحط بقلبه شيء بين 17 سنين كبه بدلو اسمه مشروع سياسي، بيصير في تقدم خلينا حكومة تستقيل بنحطها بالدلو لنزيد شرعية بشي. ما في شيء زاد شرعيته، في عم نسبل بالسلطة أكثر ومنزيد عليها اللي كان عم يحكي عنا قبل شوي البار عن Lost Aversion. الناس كمان ما بتشاك بتغير ولاءاتها السياسية، الناس بتعمل خيارات عقلانية. أنا اليوم إذا تبديل قناعتي السياسية ما شفته إنه عم بيروح عند فريق عنده ما يكفي من القوة، ما بعملها لو معه حق، لأن أنا ما بدي يكون خسران بالمرحلة الجاية، خصوصا إذا أنا مشرد فكرة أنه ما في دولة. طيب عم كب حالي لوان؟ على المشي؟ ما بكب حالي على المشي، ببقى مع حدا بسبه بالبيت بالكفي وبدافع عنه بالعالم بس لا يكون عندي قدرة لحماية نفسي. من هون بتجي فكرة أنه ونية الدولة. وقت 14 وقت 4 آب نزلوا الناس يقولوا نحن الدولة، ما في شيء اسمه نحن الدولة. نحن الدولة نظريا بالأبستراكت يعني أوكي، بس فعليا انا ما شغلتي مسح ورا الدوله، انا شغلتي خلي الدوله مور ريسبونسيف لإلي. بس مش انا بشيل وظايفها، بنصير عم نعمل طايفه 19 كمان نساعد بعض ونبعث لبعض اكل ومدري شو. انا بدي دوله هي تنظم امور المجتمع بوظيفتها الاساسيه كالاليه، يعني أسوأ الاليات ما عدا كل غيرها بعد شيء اسمه دولة، لأنه هيدا الشيء اللي خلقناه لفض النزاعات سلميا بيناتنا كمجتمع. رح نطول يمكن بالحديث ولا نرجع. يلا بس لا ارجع على جاد قلت شيء انه بالنسبة لك هيدا منا ثورة، وانا ما بعرف يعني بفتكر اخي شيء هيدا رح تصير قصة ديفينيسيون لشو معنى ثورة. انا بفضل شوفه انه هيدا تحرك بلش عن جد من عالم قرفت من الواقع اللي عم بتعيش فيه لشيء انه يعني البويلينج بوينت وصلوا عليها وصار في هذا التحرك. يمكن نحن هلا ستاند باي للثوره تتنظم على امل يعني. بس بدي اقول لك شغله بس بارانتيز، ليش انا حساس على الشغله مع انه معود بين هي انه اختلاف لفظي يعني هلا ثوره ولا مش ثوره مش مهم. لا، لانه وقت واحد يجي يقول ثوره كانه في حدث حصل في ثوره صارت في حدث حصل، بيجي حدا عم بيقطف ثماره. بقى مثل ما عملوا ب 14 أدار، يعني كأنه صار في ثورة حصلت وصار في فريق بعدين اسمه 14 أدار صار يتصرف بشرعية الحدث. هولي معقول يصيروا واحد هلا يعمل وزير يخبرك إنه الثورة حصلت هو جاي هلا عم بينفذها؟ ما حصلت ثورة، نحن ناطرينها تصير يعني. يا ريت ما هو تصير. أنا هيك بفضل شوفه، بفضل شوف إنه نحن هلا من جواتها ونحن هلا شقفة كبيرة من شغلنا إنه نشتغل تنقدر نكفي شو ما كان اللي لكن. يمكن شايفة كبيرة من أنه نقدر نكفي هو نتذكر السلوغان الأساسي. أجان مثل ما قالت جاد يمكن هذا السلوغان منه سياسي بامتياز ومش معقول يوصلنا لمحل، بس بالقليلة اللعب اللي بلعبون معقول يخفوا إذا منعتمد هذا السلوغان. نحن بمختارين مجتمعين صراحة اشتغلنا
نقدر نعطي كرايتيريا لشو هن الكلون يعني كلون على أساس بالنسبة للشخص العادي بلبنان معقول يطلع هذا الحزب على أساس يقول إنه أوكي هذا من ضمن الكلون يعني كلون لأنه هذا حزب طائفي لأنه هذا حزب بيستعمل الزبائنية أو لأنه هذا الحزب عنده يعني بيشتغل مع أجندات خارجية. على كل حال اللي بدي أرجع بس هيك مع البال إذا فيك ترجع تذكرنا شوي أنه هو اللي حكمينا مش بس بشر وما لازم نقل لهم هن يعني أقل بشر. يعني أنا بشوف بدي أرجع قصة الانفجار بس من هذا المنطلق البسيكولوجي طالع عبالي أعرف شو رأيك بحدا مثل رئيس جمهورية أو حدا مثل حيلا حدا مستلم منصب مسؤول بحس هو بينه وبين حاله انه هو ما خصه شو عم بيصير براسه هيدا الزلمه لانه عن جد بحس كانه ولد قالت له انه ما تاكل الجاتو واكل الجاتو وهو عادي انه بالنسبه له يمكن انه لا عن جد ما اكلت الجاتو او شو الخبريه عم بخبرها لحاله تحس عن جد انه ما خصه هل هو عن جد مقتنع انه ما خصه او هل هو عم بيلعب هيدا اللعبه بس بالطريقتين كيف نتذكر انه هيدا مثل حيلا انسان ما عنده قوه خارقه ولازم يعني اذا في شيء نجرب نعمله هو انه نشلحه الشرعية اللي عنده إياها إذا بعد عنده أي من الشرعية. ما فيك تعرف وش عم يخبر حاله. فيكون هو مقتنع فيكون كذاب فيكون أنا إنه في هذا اسمه rationalization كل واحد منا ببرر شو عم يعمل بطريقة أكيد هو مقتنع إنه هو منيح مش يعني آدمي منيح مثلاً فيكون في فيلسوفة أمو أويني لوبوس الإنسان ذئب للإنسان. قال انه يا هيك لبنان بنقولها يا اكل يا ماكول بقول لك انا عم بعمل هيك تاحمي طيفتي انا عم بعمل هيك تاحمي جماعتي انا عم بعمل هيك تاحمي مجبور مرغم قوه خارجيه كلهم عم يسرقوا مجبور نسرق اتسترا انه في 100 الف مليار طريقه تبرر لحالك هيدول الافعال مثل ما يلا حدا مرات ما بعرف ما بوقف على اشاره سير بيقول اصلا ما في حدا بيطلع عكس السير بيقول ماشي الحال صغيره ومعود على الطريق برتي الواحد لانه بدي امشي المعامله تبعي هيدا شيء كثير سخيف بنعمله كلنا المهم مش هو شو بيقول لحاله المهم شو الناس بتقول عنه لانه اكبر غلطه الناس تعملها هي بتفكر انه اخر همك شو الناس بتفكر عنك بس بالاخر شقفه كبيره من صار مش كان عم يقول جاد عن الثوره انه واحد خارج بده يجي يقول عنك مش انت فيك تيجي تعمل ديفينيشنز لحالك اذا انا مثلا مقتنع انه انا اكبر زلمه ادم وكل الناس بتعتبرني حرامي بروبلي انا حرامي عرفت وهيدا يطبق بالعكس مثلا بعلم النفس انا بتعامل ثيرابي مع ناس في كثير ناس بيجوا بيقولوا انا زلمه كثير فاشل عندهم مثلا امبوستر سيندروم مقتنعين انه هن ما بيسوا كل الناس بيقولون لا يا خي انت زلمة كتير شاطر اللي عم بيقول حالك ما بتسوى انت عن جد هيدا الشخص لازم يسمع شو عم يقوله عنه الناس مش لازم يسمع حاله اذا كل الناس عم تقول عن جد انه هو خبير وهو بيقول لك انا مش خبير chances are انه هو خبير عرفت انه في يقنع حاله قد ما بده انه هو مش خبير اذا كل الناس عم تقول لهم بلا انت خبير هو خبير وفي بعدين يخبر حاله ها بتمشي بالقلب كمان اذا انت قانع حالك انه انت الله خلقك وكسر القالب وانه انت احسن زلمة بالعالم وعندك شعب كامل عم يقول لك انت فاسد بركة معهم حق بقى شو هو عم يفكر اذا ميشيل هون مقتنع انه هو ادمي اما لا اما اذا مفكر انه عم يدافع عن حقوق المسيحيه اما لا اما اذا حسن نصر الله مفكر انه هو موقف قوى كونيه عنا وهيك تقريبا اخر همه شو عم يخبر هو شخص هو فرد المهم وقت عم جرب تبني انت مجتمع شو الاخبار اللي عم يخبرهم جمعيا شو عم نقول نحن سوا ومش بس شو عم نخبر وبعدين كيف انا عم بستعمل هالاخبار بالواقع بالتنفيذ مش يدلوا على مستوى الفكر وهيدي بتخيل وين نحن بنقطم نحن بنقطم هو انه عنا كتير مبادئ يعني بتنزل على الشارع بتطلب من الناس شو رأيكم بالطبقة السياسية كلهم ما بيسوا اتسترا في شيء بالبسيكولوجية اسمه واحد حكينا عنه اخر مرة نسيت اسمه intention action gap الجورة بين وقت انا عندي وقت انا اقول بدي اعمل شيء واعمله مثلا لحاتيك مثلا ما خصوا بلبنان خصوا بفرنسا فرنسا مثلا على التطعيم مش تطعيم الكورونا تطعيم قبل الكورونا بالكل شيء فرنسا عندها من اعلى نسب بالعالم تقريبا اراء سلبيه عن التطعيم تقريبا 29% من الشعب الفرنسي عنده اراء سلبيه عن التطعيم بس بدنا نطلع على هل بيطعموا فرنسا عندها نسبه مثل كل باقي البلاد تقريبا في 3% مش مطعمين يعني اكثريه الشعب الفرنسي بيقول لا ما بدي وقت يجي الطعم بيروحوا بيعملوه في دائما جاب بين شو أنا بقول وشو أنا بعمل ونحن بلبنان عنا هالجاب كتير كبير أنا كتير مرات ناس بيقولوا لي وتشتغلنا لأنه أنا مش موافق بالمرة أنه 17-20 هو فرق كبير هو كله مسار مكمل وما فيك تقول في ثورة
قبل ما مثل ما كان عم يقول جاد تكون خلصت ويكون عندك صار تغيير. يعني مثلا الثورة الفرنسية لكن ما بقى فصار في ملك وصار في برلمان، مش كان عندك حكومة مستقلة وبعض رئيس جمهورية وبعضهم كلهم بيقول عملنا ثورة. انه الثورة بالواقع مش بس بالخبرية اللي منخبرها، يمكن براسنا عملنا ثورة ونجحت وكل شيء مش على العهد، بس بالواقع بعد ما صار شيء، يعني بعد عندنا نفس الشيء من قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين، فرق انه عندنا حكومة مستقلة وهذا كان يصير معنا من قبل. بدك دائما تحسب الهيدا. بقى كثير ناس مش بيقولوا لي انتوا الشباب برافو نحن كلنا معكم وما ادري شو، بيجوا الانتخابات لمين صوتت يا اخي كنت مجبور تعرف بتحن علينا وما ادري شو، بالاكشن هالجاب كثير بيكبر وبيصغر. بس بدك انت تفكر مش بس كيف انت بدك تشيل عنهم الشرعيه بالحكي، لانه انا بشوف على فيسبوك ليل نهار ناس عم تسب وما بقى فينا وكاريكاتيرات وعوق انه انتوا الحنين وما ادري شو وميمز من هون وميمز من هون. كيف بدك تخلي هالشرعيه تنشال بالفعل بالواقع؟ وهيدا شيء كتير أصعب، هيدا بيسموه مرات لاست كيلومتر، آخر كيلومتر. يعني أنت عملت كل الشغل الفكرة وكل شغل الأخبار وتفكيك وفسرت وعملت بيداغوجيا وفسرت كيف الفساد وإنه المصاري طاروا وأنت شايف مصرياتك من جيبتك منهم بقى هون واتسترا الفعل. وهيدا شيء كتير كاونتر انتويتيف، إنه نحن بنفكر إنه واحد ما يكون بقى عنده شيء بيصير عنده أكتر جرأة يعمل. بس أنت كل ما عندك أقل كل ما انت خايف وبدك تخلي القليل اللي معك ايه. يعني اذا انت معك بحسابك بالبنك 10 دولار، اذا بتخسر دولار كارثه، ما بدك تخاطر، بدك تتعبش بال10 دولار تبعك لانه كل دولار بيأثر. اذا انت عندك بحسابك مليون دولار وبتخسر 1000 اخر همك بقى. هيدا شيء كمان لازم نكون واعيين لانه كل ما الوضع بيتدهور كل ما عندك loss aversion اعلى، كل ما انت اكثر بتخاف تخسر. السؤال بيصير كيف انت مش بس بدك تشتغل على الفكر، كيف انت بدك تعمل تتعمر جسر بين الانتنشن والاكشن تتقدر تقول ايه يمكن نحن ما بقى معنا نمشي ويمكن نخسرهم، بس هيدي المخاطرة حرزانة وعاصية التقليه وكل شيء فيها نرجع لها بعدها. هي بالنسبة لي المخاطرة حرزانة، وبشوف انه هي مخاطرة اكثر فكرية من ما هي مخاطرة يعني اي نوع تاني، لانه بدنا نبعد شوي عن تفكيرنا الطائفي، بدنا نشوف انه يمكن للبنان بالشكل اللي هو فيه ما في حل الا دوله مدنيه. ما بعرف جاد على هيدي الشقفه قديش بتوافي، وعلى شقفه تانية ممكن هي تكون راديه، وبالنسبه لكثير عالم كانت الراديه من ليش الثوره ما قدرت توصل للمحل اللي هي الثوره، ما بدي ارجع اسميها الثوره بس التحركات ما قدرت توصل لمحل بالنسبه لنا بالواقع هو عن جد عم يمثل شيء، هو دور حزب الله بهذا الشيء. وما بدي كب حزب الله تلومه بشكل مخصص عن غيره بشو صار بتبلور الأعمال، بس في نظرة لكثير عالم يمكن مش كلنا متفق عليها أنه حزب الله هو سبب أساسي من المشاكل بلبنان. نحن مثل ما قلت لكم بنختارين مجتمعين في لجنة سياسية وجربنا نشوف شو هو حزب الله بالنسبة لنا. ما بدنا نسمي حزب الله بس على أساس أنه هو شيء واحد ونعمل over simplification لشو هو حزب الله، وبهذه الطريقة نكون عم نلغي واقع أو دور عم بيلعبه حزب الله منه واضح لكل العالم. بالنسبة لنا حزب الله هو حزب سياسي شارك من 2005 بالحكومات، يعني هو شارك بالسلطة مثل ما هي اللي وصلتنا لهذا الانهيار اللي احنا عم نعيش فيه. هو قوة ردع ضد إسرائيل، عدو للبنان ما أبداً بده السعادة للبنانية، وهو جيش منظم بيشارك بحروب، يعني بغض النظر إذا بدنا نقوله بطريقة لذيذة عن أي مؤسسات للدولة لا تشارك بقرارات الحرب بالسلم. يعني قديش الدولة المدنية هي عن جد الأمل الوحيد اللي معقول يركب فيه لبنان، الدولة المدنية بطريقة علمانية هيدا قصدي، وقديش حزب الله هو عن جد رادع لهيدا الشيء، إن كان بتوجهه مع علم أنه ما في وجود، يعني ما في منطق بأنه يكون موجود حزب الله بشكله اللي هو هلأ بالثلاثية اللي موجود فيها هلأ بها الدول المدنية. وكيف معقول نقدر يعني ننتقل من الوضع اللي نحن هلأ فيه على هاي الدول المدنية اللي مجان بالنسبة لي ما فيها تكون إلا هي الحل الوحيد؟ فإذا فيك تعطينا رأيك بهو الشغلتين، لأنه يمكن هودي الأساس اللي عم توقف الأمال وتفكير كل العالم عن الوصول للهدف اللي بلشت فيه والمظاهرات والواقع اللي هو جاي بوجههم شوي. أوكي، أول شيء لبلش بقصة حزب الله تحديداً ونوصل على قصة الدولة المدنية والحل. بالنسبة لي حزب الله التعامل معه من جهتي أنا دائماً
في ببالي الشيء اللي قلته بأول جواب، ما بدي أغرق ولا غرق حالي بفخ ينصب لنا من قبل فريقي السلطة، اللي هن فريقين لسلطة واحدة. يعني بكل بساطة، إذا جبران باسيل بسب ولي جملات، بيستفيد جبران باسيل وولي جملات، لأنه في طائفة عم بتسب طائفة، هالطائفة الأولى عم بتشد عصابة على حساب التاني، وأول ما تنسب الطائفة التاني من ورا جبران باسيل بيقوى شرعية جملات عند الدروز. فأنا إذا بدي أتعاطى مع بموقف عن موضوع حزب الله، بدي يكون واحد منتبه، لأنه هول السرديات تبع السلطة اللي إلها ماشي آخر 30 سنة ما كانت بتضاين 30 سنة لو ما فيها شيء من الحقيقة، بيكون فيها شيء من الحقيقة بيصورونا إياها على أنه هي كل الحقيقة، وبيصير نحن نتخانق عليها. صح، أنا أوافق تماما، ما في دولة بتقدر تقوم، مش بس بلبنان ولا محل بهالكرة الأرضية، كدولة قادرة تقوم بكل وظيفة إذا ما في وحدة استخدام العنف الشرعي بإيدها، حصرية استخدام العنف الشرعي بإيد الدولة. ما بيجوز هذا الشيء، ومن هذا المنطلق حزب الله هو عقبة أمام اكتمال شكل الدولة. السؤال أصعب من هيك، لأنه لو السؤال هيك بس، بكل بساطة واحد يكتب ورقة عنده بيقول إنه سلاح حزب الله سلاح غير شرعي، نقطع السطر خلص الحديث. طيب في واحد يكتب مقال هيك، في واحد بالجامعة عم بيوصف الواقع يقول هيك، بس إذا أنا عم بشتغل سياسي أو عم بعلق على أدوار سياسية، مفروض وقت يخلص هالجملة تقول طيب شو الحل وكيف بوصل لدولة في عندها حصرية لقدرتها لاستخدام العنف الشرعي. وقت بدي أقس بتجاوب على السؤال كيف، بدي أخذ بعين الاعتبار موازين القوى الموجودة بالبلد، لما أقعد شلف حكي ما قاله أي قدرة تطبيقية. وتاني شغلة بدي أفهم ليش وصلنا لهون. هون ببلش شوي يخلق النيانس، ما يفوت بالسردية هذيك، اللي هي أنه حزب الله من سنة 82 مش لحاله، وجزء من كل الميليشيات اللي كانت موجودة بالبلد بوقتها كان بيفتح حسابه، يعني بيفتح حسابه سلبا أم إيجابا. في ناس فتحوا حسابهم لفعليا يحموا ناس، في ناس فتحوا حسابهم ليقتلوا ناس. فوضى، ما في شيء معيار لتنتظم الحياة العامة حواليه، كل واحد يعمل بده. طيب بالجنوب وبالبقاع في الاحتلال الإسرائيلي بيروح وبيجي، طلع فريق لا يدافع عن نفسه بما أنه ما في دولة تدافع عنه. هالفريق هذا مع انتهاء الحرب، بما أن الحرب ما انتهت لدولة، انتهت إلى تكريس اللا دولة من خلال اقتطاع وظائف هالدولة ليقبلوا زعم الميليشيات يوقفوا قواص على بعض، صارت وظائف لألهم. يعني بدك خدمات، مش الدولة بتعمل خدمات، فلان وفلان وفلان، طيب نوقف ساعة نقتل بعض. هيك ارتضوا زعم الميليشيات يوقفوا الحرب. بهذا الوضع ما خلق دولة بعد طائف تقدر تقوم بوظائفها كلها، ومن ضمنها الدفاع. استمر واقع حزب الله اللي هو خارج عن المفهوم النظري للدولة، لأن ما في عنا دولة بالبلد، استمر. ولكن باستمراره صار شغلة إضافية كمان، حقق إنجازات عسكريا، عم بحكي في دول بمحيطنا، من مصر مع أيام عبد الناصر بال 67 ل 73 وسوريا بال 73 ومن وقت لحتى هلا، وغيرها من الدول العربية ما قدرت تحققها بأنه تقدر تصمد بوجه اعتداءات إسرائيلية وتفرض تحرير أراضي. ولو في ناس تجي بتقلك أنه سنة 2000 ما كان إيهود باراك قبل الانتخابات هو عامل بلاج أنه أنا بدي أنسحب من لبنان، طب ما كان عامل بلاج لو ما كان في أذية عم تجي من لبنان. بقى لا، بده واحد يعترف تيكون منصف ويحكي مع الناس أنه هيدا الفريق السياسي العسكري حقق إنجازات على صعيد بلد صغير مثل لبنان، كل عمره بنظر الناس أنه هن هيلبلس كأفراد وكبلد. مش هيك دائما ننطر الخارج شو بده يعملنا تسويات، نحن من بلد صغير مين بيسأل عنه؟ اجى فريق يقول لا اخي، وقت بتقدر تنظم حالك واكيد بتمول حالك في دولة وراك، مثل ما كل المنظومة بدها تشتغل سلاح داخل بلد بدها تشتغل، بس قادر تعمل شيء. ما هول جماعة حزب الله، هول بيحملوا سلاح، هول لبنانية مثلهم مثلك، بس انتظموا بإطار وقدروا يعملوا شيء. طيب خلقت شرعية لهذا الفريق،
عالي كتير عن جمهوره، لأنه فرجيهم بأم العين باللمس إنه لا خي كفئة اجتماعية كنا بمحل وصلنا بمحل، وكقدرة سياسية وعسكرية هالبلد كله كان بمحل ونحن صرنا بمحل تاني. طيب تبقى المشكلة موجود، وخصوصا وقت حزب الله بلش يشتغل سياسة، إنه آخر شيء عم يشتغل كان لحديث 2005 مقاومة ما بيتعاطى تقريبا إلا بالمجلس النيابي، وفعليا دايما معارض ما بيعمل شيء، ما بيدخل بحكومات لا بيعمل شيء. وتفات بالسياسي صار في حدا عم يشتغل سياسي عنده وزراء، فإذا وظيفيا هو مسؤول عن الوضع وتطوره سلبا أم إيجابا، بس بنفس الوقت هو آخذ ديستانس من الدولة، ما بتزبط ما بتزبط. ضلوا عم يلعب على هالنياز أنا برأيي بنجاحات وإخفاقات متفاوتة لحدية لحظة 17 تشرين، سيمبوليك ما 17 تشرين، لحظة انهيار النظام السياسي. من وقتها بلش أنا بالنسبة لي يزيد المشكل مع حزب الله، لأنه بوقت حزب الله اللي هو لم يدخل في السلطة لأنه مقاومة، ولم يدخل في النظام السياسي، حمي كتير ناس بالسلطة وكذا عرص، بس هو كفريق بقي محصن من انهيار النظام، ما عنده حسابات بالبنوكي، ففي ياخد موقف ضد البنوكي أجرأ من غيره، ما عنده ناس بين نوابه من شريين من جماعة البنوكي لأنه ممنوع يتعاملوا معه، مفروض كتلته تكون محصنة ضد المصارف بشكل أكبر. طيب أنا ما بفهم ساعتها ليش حزب الله بده يصير هو الحامل الأول للمنظومة كلها سوا من خلال دعوته لسعد الحريري بعد 17 تشرين لعدم الاستقالة وتبقى الحكومة كأن شيئا لم يكن، يقوم بيستقيل حتى وقت جابوا حسان دياب بدهم رضاع عن حسان دياب ليقبلوا، مش عارفين هم كيف يخلصوا من حسان دياب ليرجع سعد الحريري وهينا. ساعتها هون بتصير المشكل بتحول بالنسبة لإلي، كمان رمزية عم نحكي كل عمره يمكن هيك، أنا عم بحكي بالرمزية السياسية، بهيدي اللحظة تحول حزب الله لطائفي، تصرفه صار طائفي. شو مأزق الطائفي لأنه مأزق الطائفي بالنظام السياسي بلبنان إنه أنت دايما عندك صراع قوة، في طائفة بتقوى طائفة بتضعف، مأزق إنه وقت أنت تصير القوي بتزيد مأزقك الداخلية لأنه أنت الأقوى ولا تستطيع أن تحكم، إذن ستحمل مسؤولية ما ستقول إليه الأمور وأنت مش قادر تصلحها لأنه ما فيك تحكم. قبل هالدور فحزب الله هلأ صار بتراب ما ممكن يخلص بطريقة منيحة إلا إذا بيقول هي هات لنحكم، مش لحاله ومش لحكا حزب الله كبرنامج سياسي بده يتفق فيه هو يا ما حدا، يا بيسمح لغيره يحكم وبيقعد على جنب، يا ما بده يقعد على جنب حقه الطبيعي لأن في ناس مصوتت له يحكم، بس حزب الله ما بده يحكم. وهون أنا آخر جملة بس سوري طولت لأنه هاي تذكرت على أنا عم بحكي شو الفرق بين عم تقول عن الدولة المدنية، إيه ليش الحل بالدولة المدنية؟ مش لأنه أنا بحب الدولة المدنية ولا بكره الطوائف، أنا إذا الطوائف قدروا يعملوا لي بلد ما عندي أنا عقد أيديولوجي لأقول أنه أنا يبقى مع العلماني وقت على السطر. أنا أي نظام قادر يكون efficient productive يطور حياتنا ويأمن لنا رفاهية العيش أنا معه شو ما كان يكون. أما وقد فشلت الطائفية تعمل لي شبه بلد بيجي بتطلع by elimination بحذف الخيارات، شو بقيلي أنا تعمل دولة دينية ما بقدر، في عندي كتير طوائف رح يقبروا بعض، تعمل دولة عسكرية ديكتاتورية مش قادر يكون عندي رأس واحد لأنه في طوائف في خارج وداخل وغيره. طيب شو بقيلي أنا ليكون هالدولة قادرة تكون عندها شرعيتها الخاصة فيها، ما تستعير شرعيتها من طوائف، شرعية خاصة فيها غير أنه كل الناس متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم، هيدا هو معنات انتماءك لشيء اسمه لبنان. ساعتها لبنان ككلمة بيصير إلى معنى. هلأ بتسأل واحد بالشارع أنت شو؟ بيقول لك لبناني، تضحك عليه ما إلا طعم، شو إلى معنى؟ إذا بيقول لي شيعي ولا ماروني بفهم عليه هذا من وين جاي بالسياسة وين. تنخلي كلمة لبناني يصير إلى معنى ما ممكن إلا من خلال دولة مدنية، وهيدي بيعرفها حزب الله مفروض ولو هو حزب ديني، لأنه بمقابلة عملها السيد حسن نصر الله مع الشهيد جبران تويني بسنة 95 كان عم بيتعرف فيها على حزب الله، بيسأل انه انتو حزب ديني وعرضا بيقول طائفي، بيجاوبه السيد نصر الله شو بجاوب، بيقول لا في فرق كتير كبير بين حزب ديني وحزب طائفي، وبيشرح شو الفرق، بيقول الحزب الديني شغلته
يمشي بالمورال الديني. يعني إذا في شيعي اختلف مع سني ولا مسيحي بالمنطق الديني ما بسأل إذا شيعي ولا سني ولا مسيحي، بشوف على مين المسؤولية وبحمله المسؤولية. بالمنطق الطائفي بتصير عشيرة، إذا في شيعي أخطأ ببقى معه ولو أخطأ لأنه شيعي من العشيرة. هل بعلاقة حزب الله مع نبيه بري ما فيها التصرف؟ هل بتصرف حزب الله كبيئة شيعية مستقلة يعني بالأولويات عن بقية البلد وإدارتها ما في هذا المنطق الطائفي؟ هيدا اللي فيه واحد يحل الإشكالية عبر الدولة المدنية. كل الناس سواسية، خلينا نحط الفصل بالحق والباطل اللي هو اسمه قانون بينطبق على الكل من دون استثناء. يعني إذا فيه كفة على هيدي الشقفة بنقلت أنه حزب الله صار حزب طائفي بحد ذاته. وبدأ أتذكر يعني وقت الثورة، وقت المظاهرات ب17 تشرين، يعني شقفة كبيرة من ليش أنا كإنسان حسيت أنه هيدا شيء جديد عم بيصير، هو وقت شفت عالم عن جد من مناطق بتحس فيه نفوذ لأحزاب وفي سيطرة، إن كان بشوف إن كان بصور إن كان بصيدة، وإن كان في ثورة على هيدا على هاي الطائفية اللي عم بيعشوه عم يرفضوا هيدا الشيء، وما بقى عم بيكون فيه هيدا الخوف. البير إذا فيك تخبرنا بس كيف فينا نقدر يعني هيك يعني نستعمل هيدا القفزة النوعية إذا بدنا نقول كرمال نقدر نكفي على فكرة الدولة المدنية وأنه هي الشيء المهم. إذا فيك تخبرنا شوي عن النجز، كيف معقول يستغلوا كرمال هيدا الشيء تغيير التفكير يصير؟ منشوف انه مثلا ببريطانيا على فاتورة الكهرباء بيبعتوا قديش هيدا، مش عم بعمل الكومباريزن يعني على اساس هي فاتورة قصة فاتورة كهرباء، بس لعامل اليوم بقصة النجز انه واحد بيشوف قديش هو كان عم بيصرف مقارنة مع غيره من العالم، ولانه صار عنده معلومات جديد بيصير عم يغير تصرفاته. هل نحن كشعب ممكن نشوف انه يا خي طيب جربنا هالطائفية وما مش هالحال وما في شيء رح يثبت إلا المدنية، هل ممكن هيدا الشيء يكون دافع لأننا ننتقل لصوب الدولة المدنية؟ أو في عوامل أكثر بتلعب دور، هي البير بريشر، هي أكيد في الـ يعني الحديث الطائفي رح يرجع يجيش العالم، بس نحن كيف فينا كإنديفيدجوز إذا نرجع نذكر أنه نحن بدنا نعمل شيء كأشخاص، شو فينا نعمل تنقدر ننتقل على هيدا الشيء؟ هل هو التايمينج اللي حكيت عنه قبل، ولا في غير فاكتورز معقول يقدروا يوصلونا على هيدا الشيء؟ وكيف فينا نستغلهم تنقدر نقرب اكثر على هيدا الحل اللي ما له في غيره حل للبنان يعني غير انه يكون دوله مدنيه؟ كثير نقط بسؤالك. اول شيء هو انه للاسف النجز ما حيكونوا بالمره كفايه ليحلوا مشكلة كومبلكس قد 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 هالشيء. للناس ما بتعرف شو نجز، نجز إن قصص بيستعملوا بعلوم النفسية الكوجنيتيف ساينس تنغير كيف حدا عم يتعامل مع موضوع وتنغير شيء بالانفايرمنت تبعه. أكثر نجز معروف هو بمطار بأمستردام، كانوا الرجال عم يعملوا عم يفنتروا وين ما كان بالحمامات، حطوا له وراء انه بليز سيبوا المبوله، بليز ما بقى تفنتروا على الحيطان، بليز ما بقى تعملوا هيك. ما كان يصير شيء. بالاخر اجى شخص ولزق دبانه، ستيكر دبانه بالمبولات، صار كل الرجال بده يسيبوا الدبانه وصار الحمامات انظف 70%. غيرنا بيهيفير تبع الناس لتغيير الانفايرمنت. بس هيدا شيء اكيد 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 ما حيمشي لشيء عنده كتير عوامل تانيين، مثل مثلا تقنع الناس بمجتمع مدني. وعناطية انه المجتمع المدني هو الحل، هون كمان لازم ننتبه من فخ فكرة. المجتمع المدني منه الحل. اكبر غلطة فيها نعملها هنفكر انه الحل شيء بتوصل له وخلص. في كتير بلاد بمجتمعات مدنية اما لايك علمانية فاسدين ومش ماشيين. يعني حطيك ابيخ مثل، تركيا بلد علماني من سنة 1930 يا 29 يا 33 شيك من أيام أتاتورك. هل إردوغان وضع أحسن عنده؟ ما بعرف. المجتمع المدني هو مثل خطوة إجبارية بس ليست كافية. في شي فرق بين necessary و sufficient، إجباري وكافي. بدنا نحن نقطع على مجتمع مدني لنقدر نصير نتواجه بأسلحة متوازية. بس أكبر غلطة نفكرها إنه إذا بكرة نبيه بري كان وقت عملنا اللايك برايد بتخيل 2013، نبيه بري طلع قال إنه أنا مع مجتمع علماني ما عنده ولا مشكلة، بكرة مع مجتمع علماني
بس اذا كان اذا بكره عملت مجتمع علماني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الجمهوريه ميشيل عون، رئيس الوزراء حريري، اما هيدا شو رح يتغير؟ يعني ما لازم نفكر انه تغير شيء هو الحل. الحل هو عمل دايم على مدى طويل بتغيير كل طبقات العمل تبع بلد. وما ننسى بلد هو كيف ناس بتعيش مع بعضها. سو إذا أنت بدك تبلش تقنع الناس عن المجتمع العلماني، وأنت عارف أما المدني أما العلماني اللي بدك تسميه، وأنت عارف أنه رح يكون بالوجه مثل ما كان يقول جاد، مش أنه نحن بفضاء فارغ وين ما عندك بوجهك ناس حتشي تحارب ضدك، وتحيجي يقولون أنه أنت العلمانية ضد المسيح، علمانية ضد الإسلام، علمانية الدروز، أنتوا أقلية رح يطيروا حقوقكم. ما رح يجي يقول لك زلمة ايه اوكي رح اعمل لك هيدا. انت بدك اول شيء تفسر شو العلمانية. العلمانية هي مش ضد الدين، العلمانية هي بتخول احترام كل المعتقدات. مش الناس بتفكر ان العلمانية هي شيء ضد ممنوع واحد يكون عنده دين، مش هيدي هي العلمانية. هي انه حيلا حدا شو ما كانت معتقداته الدولة بتحمي، بس ما بتتدخل. يعني مش بدك تطلع انت عند المطران، المطران يعمل لك هو انيشيتيف تحييد للبلد، مش شغلته. فصل، ما بقى خصك انت تتعامل بهالموضوع، ونحن شغلتنا كدولة نحمي قدرة الناس تتأمن تصلي تعمل الطقوس اللي بدها اياهم. سو اول شيء بدك تعمل عمل كتير كبير تفسر شو هو. تاني شيء تفسر انه هيدا مش حل. مره بالعيد حالي كتير مرات على النقطه، لانه كتير بسمعها، فيكون عندك بلد علماني فاسد مش شغال مع نفس الرؤوس، فيهم بكره البرلمان يقولوا رح ننصفهم، حنصوت بلد علماني والحمدلنا نحن بالحكم، ما بنكون عملنا شيء ماشي بالمره، بنكون بعدنا قاعدين محلنا. وهيدي نقطه كثير مهمه. بعدين اي علمانيه، في ناس مثلا بتقول لك انا بدي بلد علماني فيدرالي، بدي بلد علماني راسمالي، بدي بلد علماني سوسياليست يساري. وهون بنوصل على نقطه كثير مهمه، هي انه بالعلم ساينس، شو يعني ساينس؟ شو العلم؟ رح اعمل هيك تانجانت صغيره تنوصل. ساينس وقت واحد يكون عم يعمل علم، شغلته هو بس يجرب يفهم شو الوينين يلي ورا العالم الطبيعي، جرب يفهم كيف تمشي الجاذبيه، كيف يمشي الدماغ، جرب يفهم شو الوينين ورا كيف بيشتغل شيء، كيف انا هيدا الفجت سبينر بيبرم بعمل الرولز ورا. الرولز اللي بنعملهم اسمهم ثيوريتيكال موديل، موديل ثيوريتيكال، ما بعرف نظري. السياسة نفس الشيء، بده يكون عندك موديل نظري عن انت كيف عم تكون نظرتك لمجتمع، كيف الاقتصاد، شو الـ الحد الأدنى للرواتب، مين بياخد على عاتق المدارس الجامعات. بدك انت يكون عندك مبادئ وتجمع ناس حواليهم، وبالآخر شو الديمقراطية؟ انا بجيب الموديل النظري تبعي، تنقول أنا مثلاً يساري، أنت بتجيب الموديل النظري تبعك ومنتحارب عليه على كيف نحن نقترح، يعني نعرضه على الشعب والشعب بيقرر مين أنا أكتر. شغلة الدولة المدنية هي تخلينا نقدر نحن نقدم موديلز ضد بعض مبنيين على كيف بدنا نعيش مع بعض، مش مبنيين على قوانين نحن ما فينا نتحكم فيهم اللي هن القوانين الدينية. لأن أنا ما في يجول بدي غير الإنجيل، أنا ما في يجول بدي غير القرآن، ما عندي هال بقى، أنا ما عندي. يعني الدين وتيتدخل بالسياسة مشكلته إنه ما فيك تناقش معه، ما فيني إيش بقى، بصير منزل، بيجي بيقول لك هيك بدك تعيش، الأحوال الشخصية هيك، الأحوال الوراثة هيك، أحوال التاكس هيك، هيدا هيك. المجتمع المدني، المجتمع العلماني هي بس نقطة انتقالية تنقدر نحن نبلور نظرات سياسية إيديولوجية. نحن بنخاف تقريبا من كلمة إيديولوجية، أهم شيء الإيديولوجيا تنقدر نحن نعمل تحالفات، بده يكون عندنا تحالفات ركبين ببعضهم. جنيب لبنان انتخابات شو ما كان، ما في ولا حزب بلبنان ما تحالف على قليلة مرة مثلا مع حزب الله. كنت عم تحكي مع حزب الله، عملت ريشيرش آخر مرة، ما في ولا حزب القوات الكتائب، الكل إن كان يا بانتخابات طلابية يا بانتخابات بلدية يا بانتخابات نيابية، ما في ولا حزب مش محالف مع حزب الله اخر 10 15 سنه، مش عامل لك اخر 30 سنه، اخر 10 15 سنه.
كل الاحزاب بتحدى على يلا حدا عم يحضرنا يقول لا القوات مبلى القوات حلفوا بجبال مثلا في سمي لك يوم عملت بي دي اف وجاهز دغري بطلعوا يلا حدا بيقول لا دغري بطلع له لانه ما في ايديولوجيه في بتحالف حسب مين رح يربحنا الانتخابات عندنا هالخزعبله الديمقراطيه التوافقيه رح اتحالف تربح الديمقراطيه هي اصطدام اصطدام شو اصطدام ثيوريتيكال مودلز ايديولوجيه نحن بدنا دولة علمانية تنقدر نقدم اقتراحات على كيف بدنا نعيش سوا وساعتها الشعب يقدر بيقرر مش نكون عم نقدم اقتراحات على نرجع loss aversion ما أخسر حقوق المسيحية ما أخسر حقوق الدروز ما أخسر حقوق الهي ما أخسر حقوق بالشمال الشمال منسى ولا مرة حدا حط مصاري فيه هيدا كله عم قدم تما أخسر أنا بدي أقرر يصير اختياري كيف بدي أعيش انا مثلا بعرف حالي انا زلمه من اليسار ما حاتخبى ولا اصبعي انا ما بمني راس مالي انا ضد انا بدي اتحارب مع ناس راس ماليه بس كثير اهين لإلي انا اعمل مناظره مع حدا راس مالي على ليش تريكل داون انه لا اذا بتخفف الضرائب على الشركات لا ما بيوصفوا اكثر بس بيغتنوا اكثر الشير هولدرز تبعهم من انه اقدر ناقش مع حدا معخوره يلي بس هيك مكتوب بالانجيل وشو بعمل انا بعدين كيف بعمل مناظره معه ما في ناظر معه بيقول لي هيك مكتوب هيك قال لي الله خلص الموضوع هون لازم نفهم انه المجتمع العلماني شغلته يخول المناظرات الببليك ومنه حل هو بس وسيله تيكون عندنا امل بركه نعمل بلد لا يعني ميرسي كثير على هيك تركيزك على قديش مهم هيدي تكون الباز بس وهي منه الحل وشقفة تانية كمان نحن كتير مجتمعين عم نشتغل يعني أول شغلة فكرنا فيها بس كنا بنحكي عم ليش بالنسبة لنا طريق الحل بلبنان هي الدولة المدنية أو الدولة المدنية العلمانية بلشت بأنه ناتشن لهيدا الشيء لأنه عارفين أنه في مثل هيك ريزيستنس لهيدا الشيء ورفض لهيدا الاسم بأنه دولة مدنية لأنه في هيدا الخوف ونحن معودين على الديسكور الطائفي تبعنا والنارتيف الطائفية تبعنا اللي بتبعدنا عن هيدا الشيء متفقين على هيدا الشيء نحن بس ما بعرف يعني كنت حابب شوي شوف كيف معقول نحن كعالم نقدر نواجه هيدا الشيء ما بعرف إذا فيك تساعدنا إذا فيك تخبرنا بس شو هي الدولة يعني نحن بالنسبة لنا كشخص مواطن عادي بيروح الطريق بتشوف الدرك اللي بتشوفه أو شرطة البلدية أو مبنى مجلس البلدية مجلس البلدية أو المجلس النواب شو هي الدولة بحد ذاتها وين ممكن هالدولة تضل ملتحمة هل مين بيعطي الشرعية لهالدولة هل هو الدستور اللي بيعطي الشرعية لهالدولة بفتكر كنت مع الوزير السابق الياس السابق كنت عم تحكوا عن كيف بيوكي يمكن ما في حتى دستور هل هو العالم بحد ذاته لأنه راضي بشو عم بيصير هل هيك بتكون الدولة عندها شرعية أو هل هي لأنه في اعتراف من دول خارجية هيك بيصير في عندها الدولة هي شرعية وعم بسأل هيدا الشيء بس هيك من منطلق أنه هل صعدت شرعية الدولة ولا لا هل في شيء نحن ممكن نعتبره بعد دولة ولا لا ولا في مثل ما صار من بعد 4 آب والعالم حست أنه هي لازم تتصرف بطريقة أو وتحل محل الدولة هل هيدا شيء نحن عايزينه على صعيد مؤسساتي؟ أول شيء في واحد يبلش من محل ما كان عم يحكي ألبير أنا متفق تماما أنه وقت واحد يحكي عن الدولة المدنية والعلمانية هيدا بريركوزت لحل بس منه حل لأنه بس واحد عم يرجع قوانين اللعبة هيك صير في قوانين للعبة اللي اسمها سياسة لتكون هالقوانين تخلق لعبة بروداكتيف بيطلع منها نتيجة ولكن الأهم يمكن بكلمة الدولة المدنية هي أهم المدنية هي الدولة نفسها لأنه بلبنان نحن ما عندنا دولة وأنا تأنهي بس شغلي بقصة حزب الله لما تفوتني على هذا الموضوع حزب الله الإشكالية اللي عنده إياها هي أنه حاجة الدولة لتحصين الوظيفة الدفاعية عن البلد لأنه فيك لفترة تدافع عن البلد ضمن ظرف سياسي معين عطيك قدرات محلية وخارجية ولكن على مدى طويل بيتخطى أعمار البشر يمكن حتى أيام 30 و40 و50 و60 سنة أنت إذا منك محصن حالك بدولة عندها شرعية ما أنت معرض تخترق من قبل أعدائك اللي أنت خلقت هالمقاومة للدافع عن بلدك ضدهم لأنه المجتمع منقسم وفي إمكانية ما في جهة تحصن هالمجتمع ككل
يخترق المجتمع نفسه. والانهيار اللي احنا عم نعيشه انا برأيي يعرض المقاومة كفكرة اجتماعية للاختراق، لأنه الناس وإمكانياتهم المادية كلفت اختراق المجتمع بجواسيس وعملاء وغيره. هون نجي على شرعية الدولة وأهميتها بأنه هي بتخلق هالوظيفة الكاملة على كل هالشقفة الأرض. طبعا هلأ بالتعريف الأول البسيط جدا للدولة أنه هي أرض محددة جغرافيا بإطار محدد، يعني عليها ناس وفي توافق بين بعض على كيفية إدارة شؤونهم العامة، يسموها دولة سلطة، يعني سلطة شعب وأرض. بس النقطة الأهم بهذا مسار الدولة هي كيف أسست فكرة الدولة، من وين إجي التواحد، يعرف مصدر الشرعية من وين بيجي. بالبداية نحكي يعني عم نحكي يمكن شي 80 ل 100 ألف سنة، بداية تأسيس هذا الشيء صار يصير من تطور اجتماعي، يكتروا الناس بمناطق معينة، دائما هالمناطق هيك يكون في جاذبية انها تروح لمطرح ما في شيء، نهر بحر اي شيء بيخلي الارض تصير خصبة ليصير في قدرة للأكل ليقدروا يعيشوا، اما من خلال الاصطياد. بس مع الوقت بلشت تتطور الى حد ما القدرات الانتاجية بالزراعة وغيره. فكان الأول أول أشكال الدولة هي مش دولة، هي عشائر، هيك تنظيم قبلي صغير بينظموا بعض جواته. الدولة صارت تصير حاجة أكتر وأكتر وقت صار في شيء اسمه فوائد، فائض. أنا كنت أزرع خيار أكلهم يخلصوا ببقى عايش، برجع أزرع غيره. بعدين تبصت أزرع يطلع لي 30-40 كيلو خيار، أنا ما رح أكلهم كلهم، شو بدي أعمل فيهم؟ صار تحديداً لأنواع المنتجات اللي هي بتحمل وقت ما بتهتري بسرعة، صار فيه يخزنهم وارجع بدلهم مع حدا تاني بشي تاني، وسعرهم بهالموسم لأنه عم يطلعوا بالأرض يكون أقل من إذا بيعوا إياهم بالشتاء. أنا مخزنهم بس بمق في زراعة منهم مثلاً، بيجي بعطيهم. صارت فكرة الاقتصاد بلش يركب. صار في بكل منطقة بين هالقبائل بدهم يضطروا كل منطقة تخلق مركز عندها تحفظ فيه فوائدها، لأنه كل فائض بده حماية وما يقتلوا بعض عليه، لأنه بيعرفوا أنه هذا طلع فائض بروح بيقتلوا بالليل بيخدلوا إياه. خلقوا أماكن معينة إلى حرس، وصار في شيء مثل الدان. لأول مرة بصير في شيء مثل الدان، إنك أنت بتحط هولي بيعطيك مقابلهم ورقة وصل انه هاي بحط عندي 30 كيلو خيار مثلا. صار في عملة، سوري العملة هاي كانت اول فورم عملة، اكيد ما كانت ورقة، كانت نقش على الحجر كل ما يكون معك عدد منه. هيدا المحل اللي عم نحمي فيه نحن فوائدنا تما نقتل بعض عليهم تنقدر نتبادلهم لاحقا، كان بحاجة لهالناس هولي، كلهم كانوا يمزرعين يا يعني اكلوا حيوانات لياكلوا، كانوا بحاجة لجهة موثوقة منهم تقول لهم أنه أنا بحميها، وكل واحد معه هالحجرة مقابل الوصل يعني مقابل البضاعة اللي حطها هون، وقت يجي على الأكيد هالحجرة إلى قيمة ومعترف فيها وبتاخد مقابلك بدها ثقة. هون كانت أول قطر نشأة الدولة بشكل البدائي، وكان دايما هالشخص اللي هو بيعطي شرعية لهيدي النقد الحجري، ولأنه هيدا وقت أحط فيه البضاعة أرى ما حدا بيسرقهم، كان غالبا ما يكون عنده صفة إلهية، يعني الزعيم الله عطي بعثنا يما بالنسب أنه هو من عائلة تمتد لما بعرف شو، دايما هيك كان يكون تيقدروا الناس يوثقوا بتعاملاتهم بين بعض. بس صار بحاجة هيدا ليأمن بين مزدوجين عسكر ليحمي هالمنطقة اللي فيها فوائد الناس، ولا يمنع حدا يعتدي على التاني بخصوص تداول بين بعض. فصار في عنده عسكر كمان. هاي قصة وتصار يقتروا الفوائد، صار بدك إدارة، بدك ناس تعد مين عم بيجيب شو وقديش فيه، يعني صار في حاجة لوزارة مالية بين مزدوجين، وبلشت تكبر وظائف الدولة. بتوصل محل وظائف الدولة بتصير كبيرة. إذن وظائف الدولة اجت لتنظم المجتمع كآلية فض نزاع
في الظل نزاعاتهم بأطر سلمية. هاي نشأة الدولة الأساسية، آلية فض نزاعها ابتضيناها بين بعض بأطر سلمية. مجازا تسمى مع الوقت هذا الشيء، وصار في حريات، بطل القصة أكل وشرب، صار في نمط عايش بدي أحترمه بدي أحافظ عليه بدي أوسع الحريات العامة. بلشت تطلع نظريات العقد الاجتماعي كونتراسوسيال. هذا طبعا ما حدا قاعد ولا بمحل ولا مضى عقد ولا حدا وافق على شيء. هذه فكرة مجازية لكيف الدولة بتاخد شرعيتها مش بس من إطار الوظيفة وظيفيا، يعني الفونكسيون تبع قدر تعمله اللي هي تحفظ لي مصرياتي وتنظم لي حياتي، ولكن بدها رضا شعبي، بدها الناس تكون راضية عن وجودها. الرضا الشعبي طبعا إلاستيك، يعني هذا مطاط، مش ضروري يكون كل المجتمع راضي عن الدولة، بس لازم يكون في ما يكفي من الشعب راضي عن مسار الدولة ليصير فيها الدولة عندها شرعيتها الشعبية اللي هي حاجة، وشرعيتها الوظيفية اللي هي أيضا حاجة تقوم بمهامها لشو خلقناها. بلبنان عادة من دول العالم اللي بيصير وظيفة الشرعية الوظيفية بتبقى عادة، لأن الدول بتكون دول في عندها مؤسسات كذا، اللي بيتعرضوا له بين فترة وفترة أنه شرعيتها الشعبية لهالدولة بتصير مهددة. بلبنان نحن الأنفرس، نحن بالقلب، نحن الشرعية الوظيفية راحت بالخالص، الدولة ما بتعمل شيء، لا قادرة تجيب كهرباء، لا قادرة تعمل خطة لنطلع من الأزمة، لا قادرة توحد سعر الصرف، لا قادرة تسكر بنك، ولا قادرة تفتح بنك. دولة فعليا مغيب منها أي وظيفة، لأنه على فترة 30 سنة استعاروا الميليشيات وظائفها وبددوها، بطل موجودة وظيفيا شيء اسمه دولة. فالناس هون عم بتنق عليها، بس شرعيتها الشعبية ما فقدتها 100%، والدليل أنه بعد في كتير ناس عم تطلب الحل بانتخابات نيابية. وتقول الحل بانتخابات نيابية، إذا أنت عم بتقول أنه الحل من داخل أطر هالدولة نفسها. يعني أنا ما بدي غير نظام، يعني الدولة والأفرقاء اللي بعضهم قاعدين بقلبها، يعني الطوائف بلس حتى جزء من المعارضة، بعده معترف بهيدا النظام وهالدولة وعطيها شيء مش شرعي، معتبر المشكل بالأداء وليس بشرعية السلطة. هيدا إذا بدك الاختلاف بين أفرقاء المعارضة، وأنا برأيي المشكل منه بقصة أداء، مشكل في سيستام استبدل الدولة، يعني ما في فراغ بالدنيا. إذا بتشيل الدولة من علاقاتنا بين بعض بيخلق سيستام، بيخلق نظام معين للعيش. هالنظام هيدا عم بيوصلنا لأزمات متتالية أمنية واقتصادية وغيره، مشان هيك لازم ينضرب السيستام نفسه لنروح على شيء بيخلق دولة تقدر تفضلنا نزاعات مسلمية. ثانك يو جاد. بركي مع ألبير منتقل للشقفة الشرعية الشعبية اللي بعد عندها الدولة. أنا بدي أسألك ألبير، يعني إذا فيك خبرنا شوي عن diffusion of responsibility، ويعني وبركي إذا فيك تعطينا example لقوانين وين، يعني نحن كيف رأسنا بيتعامل مع القانون؟ كيف أنا مثلا بشوف إشارة خضراء بعرف إنه هلأ في قطع الطريق، وليش هيدا الشيء معقول يكون عم بيخليني قطع الطريق هلأ أو ما قطع الطريق هلأ؟ هل أنا في شيء براسي registers إنه هيدا قانون، ولا هي بس كتلة عادات نكتسبها اللي كونديشوني بالانفايرمنت اللي انا فيه؟ واذا هي عادات، يعني فينا كمان اجان نلعب على هودي العادات نقدر نغيرهم ونرجع ناخذ شوي من الريسبونسبيليتي اللي اذا بنستوعب انه بس، يعني بفتكر بالكتاب تبعك بتحكي عن اكزامبل انه اذا كنا كتار وصار عم بيصير في مشكله وحدا عم بيناشدنا انه نساعده، اذا كنا كتار يعني المسؤولية رح حسها كل واحد لحاله رح تكون كتير أقل من إذا كنت أنا لحالي بهيدي الحادثة. إذا فيك تحكينا عن هيدي وكيف ما قلت تأثر بيتعاملنا مع 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 هيدا الشيء، لأنه كانوا ناطرين بعضنا إنه نجي نبلش نقول خي ما أساساً ما في دولة يعني، وطبعا نفكر بغير شيء. وإذا فيك بس تدورينا شوي على الفكرتين مول معروف محاول معروف تكي بس عم بياخد نوت. أول نقطة هي diffusion of responsibility، يعني تفشي المسؤولية فيما نقول هيك. هو كمان نقطة كتير counter intuitive، هذا اختبار نعمل ب social psychology. مرات تسمع مثلا بالأخبار إنه في شخص مثلا تعدى عليه حدا بالترين وما حدا قام ساعده، والناس تقول إيه ما بقى في حدا عم يعمل شيء وما بقى في إنسانية وإتسترا. بقى في باحثين قرروا يجربوا يروحوا يدرسوا النقطة، أين تن حدا بيروح بيساعد وأين تن حدا ما بيساعد. اكتشفوا أنه بطريقة كتير counter intuitive معاكسة ده شو معقول نتكهن،
وإنه كل ما في أكتر ناس كل ما في أقل أمل نساعد، كل ما في أقل ناس كل ما في أكتر أمل نساعد. لأنه إذا أنا مثلا لحالي بالترين وبشوف شخص عم يتعدى على شخص، إذا أنا مبهز بدي شيء خبر حالي إنه أنا زلمة شفت حدا عم ينسرق مثلا وما عملت شيء، هلا حتبعت لي نظرة كتير سلبية عن حالي إنه معقول ألبير أنت كنت هون شفت حدا عم يتعدى عليه حدا وما عملت شيء، يعني في حدا أذى وأنت قعدت تفرجت. بينما إذا أنا بترين 15 شخص ومنشوف حدا عم يتعدى على حدا، إذا أنا ما بعمل شيء ما بقول عن حالي أنا زلمة ما بسوى، بقول ليه أنا بدي أروح مش هو، وهو بيقول ليه أنا بدي أروح مش هو، وهو بيقول ليه أنا بدي أروح مش هو، وهو بيقول أنا، بيصير في تفشي للمسؤولية. وساعتها في أنا أعمل rationalization أقنع حالي إنه بسيطة، وهالتفشي تبع المسؤولية مشكلة كتير كبيرة، مش بس على الصعيد الشخصي بس كمان على الصعيد الجماعي. إنه مثلا أنا خلقت مختبر نشتغل على التفكير النقدي لجلوبال وورمينج، شايف كتير كبيرة من ليه ما بنعمل شيء لجلوبال وورمينج هو الديفيوجن اوف ريسبونسبيليتي حتى على أصعدة البلدان. يعني بيجي بلد بيقول لك طب خيي انا ليه بدي اوقف انا استعمل بترول، باقي البلاد عم تستعمل بترول، انا رح اخسر كتير الكومبيتيتيفيتي تبعي، بقى لحدلني هو يبلش وانا بلحق، وهو يبلش وانا بصير كل واحد كيف نقول ناطق انه عم يعمل يتعازمه. بلبنان كمان كتير بتصير على أصعدة هيدا تفشي المسؤولية، ليه أنا بدي أحترم الإشارة وهو ما احترم الإشارة، ليه أنا بدي أطلع أكسر وتطلع أكسر، أنا بدي عمالتي تمشي لحمشية. وكمان على أصعدة الأحزاب، عم تنتقدني لقالي بلش بحالك، عم تنتقدني بلش بحالك، بلش بحالك، منصير من نعمل تفشي لهالمسؤولية، وإن كل حزب بحط الحق على الـ على الـ على التاني تما يخلي تيبرر لحاله ليه هو ما عمل شيء. مثلاً منشوفه كتير بالاستقالة النواب، استقيل لا بلش انت، لا بلش انت، لا بلش انت، بيقول يا خيز انا لح استقيل وهو ما استقيل بطلع انا برات اللعبة، انا مش رح استقيل اذا هو ما استقيل. وبتصير عندك مثل هولد اب وين ما حدا عم يهز لانه كل واحد ناطر التاني. ها اول نقطة عن diffusion of responsibility. عن الاقوانين هون برجع على شو كان عم يخبر جاد التاريخ تبع كيف انخلق الدولة. القوانين عندهم كتير فوائد. أول واحدة هي حل طريقة سلمية النزاعات، كيف بدنا نقسم الريسورسز الموجودين، كيف بدنا هيدا. بس الدماغ تبعنا، دماغنا طريقة كتير بسيطة، بتخيل حكيت عنها هالنقطة آخر مرة كمان، عنده two functions basically، بيعمل شغلتين، إنه شغلته يتنبأ شو بده يصير وينفذ حسب شو تنبؤه. يعني مثلا ونسير وين ينسي كل شيء، انا بدي اقطع الطريق في سياره جايه، دماغي بده يقدر يتنبا قد بسرعه ماشي هالسياره، انت اللي حتصير وين انا بدي اقطع وقرر اذا بقطع او ما بقطع. القوانين شغلتهم مش بس ينظموا، شغلتهم يعطوني كادر اقدر اتنبا فيه شو بيصير حسب انا شو بعمل. يعني مثلا انت عم تقول الاشاره الخضراء الاشاره الحمراء، انا ما بقطع اكيد لسبب انه ما بدي اعمل حادث، بس ثاني سبب هو انه دماغي بيعرف انه اذا بقطع اشاره حمراء انا مثلا يمكن اكل زبط. بخلي كل مواطن يقدر يكون عنده كادر كيف بدي اتعامل بين كميه بشر كتار. بس ما بدنا ننسى شغله انه القوانين كمان بتطلع من عادات عم تتغير. يعني في قصص ما بندبق قوانين، مثلا منك ما حدا رح يمشي ضد قانون نلبس ثياب، ما بتشوف ناس عم تمشي مظلطين بالطريق مش لانه خيفانين ياكلوا، لان صار شيء اسمه سوشيال نورم، بتصير شيء عاده اجتماعيه، وهيدول منك بقى عايز تشرعهم. من هيك كمان في مثلا قوانين اذا تروح تقرا بعضهم موجودين ما حدا بيطبقهم لانه خلص تغير السوشيال نورم. مثلا اخر مره مدري مين كان عم يخبرني ببيريز مثلا يمكن بعض القانون موجود انه النسوان ممنوع تلبس بنطلون، ما حدا عم يوقف النسوان بالطريق عم بلبنان. بلبنان كمان لانه نحن اصلا ورثنا الشارع على الطريق، ايه انه اصلا ورثنا نحن القوانين تبع نابليون، هذا شيء منه كتير غريب. سو القوانين شيء دايناميك، شيء بيتغير، بيتغير حسب العادات. مثلا صار في قانون ممنوع تدخن بعد ما الناس صار طالب اكثر واكثر. سو ما بدك تفكر بالقانون كشيء هو بس شغلته يعمل نظام، بس على صعيد أكتر نيوروساينس، على صعيد أكتر بسيكولوجيكي شغلته كمان القانون يخلق هالكاباسيتي يقدر أنا أعرف شو بيصير إذا بعمل behavior A، شو بيصير إذا بعمل behavior B، شو بيصير إذا بعمل behavior C،
وقدر أنا أتعامل مع الموضوع بطريقة ما. المشكلة بلبنان إنه القانون منه تنبؤي، لأن القانون بيتغير. مثلا آخر مرة بتخيل عطيت هيدا المثل، في أنا هلا فوت أكتب على فيسبوك سب رئيس جمهورية وما يصير شيء، وفي بكرة على بكرة سب رئيس جمهورية ويستدعوني وروح على الحبس. فيك أنت تقتل حدا وما يصير شيء، فيك تقتل أنت تقتل حدا وتروح على الحبس. النظام السياسي بلبنان خلق ريبة uncertainty وين هو أعلى من القانون. إذا أنت بدك تعرف البريدكتبيليتي تبع حياتك اليومية بدك الزعيم. وهون نرجع على سؤالك. أنا بعدش. إيه إيه أكيد. المصدر إذا بدك مفصل أساسي بالحياة السياسية ببلد يدعي الديمقراطية الانتخابات النيابية، فيهم يعملوها فيهم ما يعملوها، ودائما نبقى لآخر لحظة شو في انتخابات ولا ما في. بيوصل وقت الانتخابات بقرروها ساعة اللي بدهم ما حدا حاضر. بقى التصرف بهذه البريدكتبيليتي هو تبقى تحت سطوة أشخاص، فأنت ما تقدر تشتغل. سو بنرجع على نقطتك للي حوصل على نقطتك هي الليجيتيميسي تبع الجوفرمنت. الليجيتيميسي الجوفرمنت شغلة يكون واحد يكون legitimate هو انه يخلق لك يقلل لك الريبة، يقلل الانسرتينتي تبعك، تقدر انت تقدر تنظم حالك، تعمل مجموعات سياسية، تعمل تحركات، تعمل مظاهرات، تعمل كل هيدول القصص. ما فيكون عندك legitimacy لانه legitimacy منع على الجوفرمنت، legitimacy على الوزير، legitimacy على رئيس الحزب، منه بقى على الانستيتيوشن يلي اسمها الجوفرمنت، منه بقى على الانستيتيوشن يلي اسمها الدولة، صارت على الشخص يلي اسمه ميشيل عون، الشخص يلي اسمه وليد جنبلاط، الشخص يلي اسمه سعد الحريري، الشخص يلي اسمه. وساعتها انت بتصير محمي، بتصير البريدكتبيليتي تبعك موصوله، يعني قدرتك تشتغل دماغك موصوله بمين بتعرف، مش باطار كومن لمجتمع. وهالنقطه كتير مهمه للواحد يفهم شو فانكشن القانون. فانكشن القانون مش تخلق بس رولز لكيف تنظم، فانكشن انه تقدر تخلق بريدكتبيليتي. وهيدا مش بس على صعيد القوانين، على كل شيء. قدرت انسرتينتي شفنا هلا مع كورونا شو عملت اكثر شيء لقالك كشخص بيدرس علم النفس، هي انه حطت انسرتينتي لكل الناس. حيلا بلد بالعالم انت فاتح مطعم بفرنسا ما بتعرف رح تفلس اما لا، انت هيدا نحن عايشين بمثل كورونا من اخر 20 سنه. انت ما بتعرف اذا انت عملت استثمار لشركه اذا حيطلع انفجار رح يدمر لك كل الاستثمار تبعك. ما بتعرف انت اذا حطيت مصرياتك بالبنك اذا بكره رح يكونوا بعدهم هون. ما بتعرف انت اذا قررت تدين تدرس بجامعه منيحه اذا هيك جامعتك رح تكفي الشغل رح يطلع حياتك العمل لك فحوصاتك. ما بتعرف اذا انت تلميذ بكالوريا اذا رح يقبلوا يصلحوا لك النقط تبعك اذا حيطلع لك بكالوريا ام لا. كل الاصعده ما في عند بحاله ريبه بيرمننت. بقى انت ما فيك تعمل بروجكشن، ما فيك تعرف اذا انا بشتري سياره بشتري بيت اما بشتري بيت، شو بعمل. ساعتها كل شيء بيصير معلق بالزعيم لانه هو بيقدر يعمل البريدكتبيليتي يلي بده، لانه هو عنده القدره يحور الحياه الاجتماعيه. وساعتها كيف انت بدك تتخلى عنه؟ كيف بدك تتخلى عن الشخص مش الانستيتيوشن المؤسسه، مش المؤسسه، الشخص يلي بيخليك تحل مشكله الانسرتينتي. وانسرتينتي هي من اكثر القصص ذات مودوليتس كيف بنفكر. عايز يكون عندك بريدكتبيليتي تقدر تشتغل. انا عايز اقدر اعرف شو رح يصير معي تقريبا يا خيي بعد كم شهر، تقريبا انا بدي اكتب كتاب بدي اعرف اذا رح ينشر، اذا شو رح اعمل فيه، مش رح اقعد. يعني هي بدي يكون عندك على قليل امل تقدر تعمل شيء. وهيدي اقوى نقطه عندهم اياها السلطه السياسيه بلبنان، انه عندهم السلطه على كيف كل واحد منا بيتنبأ المستقبل تبعه. من شان كثير ناس بتفل، لانه وقت تفل ترجع انت بتاخذ شوي من البريدكتبيليتي تبعك. بس كمان مشان هيك في عنا كيف بي بروجكت ذير ايمج، كيف بيصوروا حالهم الزعماء، انه دائما القوي انه قادر يحصنك، ودائما في قصه الانترنت وبيعرف شو عم بيصير، لانه بحاجه انه هذا الوحيد اللي قادر يرجع لك البريدكتبيليتي اللي انت بدك اياها. هذا بيعرف شيء نحن ما بنعرفه، قادر ينظم لحياتنا بطريقه الدوله ما بتعرفها، وزعيمي احسن من زعيمك لانه لاقط اللي عم بيصير برات البلد وجواته بوقت ما في شيء اسمه دوله. فهون هيدي البروجكشن تبع مش القوه والفورسينج ذا فيوتشر من وراء العلاقات والانترنت جزء اساسي من هالوظيفه اللي عم تحكي عنها. اكيد. وبس بدك رود تنكفي على النقطه،
وإذا بتلاحظ بمثلا التوك شو على التلفزيون كل شيء أكترية الوقت وتيكونوا عم يحكوا السياسيين بيكونوا بس عم يطمنوا قصص المستقبل في حكومة إيه رح نعمل حكومة ما رح نعمل حكومة عم يصير فيه مثل شو أنت عم تقول عن هن بيعرفوا شو عم يصير وحكينا آخر مرة بتخيل عن هالنقطة كيف بيصيروا هن مثل الشمان تبع المجتمعات اللي بنسميهم بدائية أنا ضد هالتسمية بس هيك بيسمون شو شغلته كان الشمان يعمل predictability للعوامل الطبيعية هل رح تشتي هل ما رح تشتي etc. هن بيصيروا مثل الشمان بيعرفوا شو عم يفكر ترامب وشو عم يفكر بايدن وشو عم يصير بالمحافل السرية شغلتهم يعطوك predictability يلي هي وظيفتك لازم تكون القانون بياخدوا قد ما عم ننبش عن هالوظيفة صار في عنا شيء اسمه البصارين والبصارات بجيبوا رايبة صار شيء طبيعي على التيفي شغلتهم يقللوا الرايبة والأضرب انه وين منرجع على انه السياسية بشر مثلنا وما لازم ننسى مرات هن بيوظفون يعني بتشوف انه مزبوط بحطون على التيفي يعني ما بعرف لا بيوظفون برايفت بيطلبوا وراهم يجوا يطمنوهم هلا انا هيك انا عم بعطيهم حتى عم بعتبرهم انه اسكي عم بقول انه هن عم بيحطونا على التي في تيطلعوا اخبار العالم يصدقوها وتمشي فيها بس في تعمل شيء اسمه سيلف فيلينج بروفيسي بدك روح اقنعه يقول لك انه رح يقشط النظام بركي بيقشط النظام في سؤال شفت بالتشات اذا بدك نجاوب عليه عن ودي اكسبت وليف باور بدي بس جرب استغل اول شقفه انه هن سقطوا شرعيتهم تاني شقفة انه هي ليش سقطة كيف انت مقرر انه سقطة شرعيتهم هي شي عايش المرة بتقولها وين لمين بالنسبة لمين سقطة شرعيتهم بالنسبة للمؤسسات هيدا الشيء اللي جاب كان عم يقوله مش انا عم شرعية وظيفية سقطة شرعية وظيفية شرعية بعدها 100% بس انا هيدا عم بقوله اذا بدي ارجع بس على اول سؤال حكينا عنه مش اول سؤال ثالث سؤال يمكن كنا عم نحكي عن الدولة المدنية وليش مهم نقدر نتابع هالدولة المدنية هل فينا كمعارضة هل فينا ما بعرف نجرب نشتغل على حل سؤال يمكن لألك جاب أكثر لأنه شوي رح يكون أكثر تكنيكال على كيف معقول يصير هيدا الانتقال بما أنه ما في عنده شرعية هيدا الدولة وبما أنه ما في أي بادرة أنه يتغير شيء يعني مثل ما قلنا اليوم بيصيروا 8 أشهر على انفجار المرفأ حكومة بعد ما صار سنة ونص في انهيار مالي ما صار في كابيتال كنترول الشخص اللي أساساً هلأ مكلف يعمل حكومة هو الشخص اللي نزلت العالم تتسقطه ما كأنه عم نقرب لمحل ما كأنه هن عم يجربوا يعملوا شيء ونحن ناطرين وهن ناطرين ما بعرف شو ناطرين وما بعرف مين ناطرين هل فينا نحن ناخذ المبادره ونعمل عمل ما عنده شرعيه اذا بدنا نقول بال 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 يعني بالطريقه الدستوريه اللبنانيه او بالطريقه العاديه ونحن نقدر نعطيه شرعيه هل ممكن لنفترض انه احزاب المعارضه اللي نحن عارفين انه بعد لهلا ما عملوا جبهه مع انه كلهم عم يطالبوا بحكومه انتقاليه مع سلطات تشريعيه لانه هيدا الشيء الوحيد اللي ممكن يبعدنا شوي عن انهيار او يجلس لبنان او ياخذنا صوب دوله مدنيه او ياخذنا صوب حيلا شيء معقول نطلع من هالواقع المأساوي اللي نحن عايشين فيه هل ممكن هيدا الشيء يصير من خلال بحكي شو ما كان بس ممكن يصير من خلال استفتاء لنفترض المعارضة عملوا بيان وزاري اتفقوا عليه كلهم انه هيدا هو البيان الوزاري تبع الحكومة الانتقالية هل نفترض صار فيه استفتاء و83 شخص صوتوا على هيدا الاستفتاء هل هيدا الشيء بنال شرعية هل هيدا الشرعية ممكن تكون كافية هيدا الشيء يصير العمل اللي عم نشتغل فيه ولا رح نضلنا بدنا نقدر نشتغل لنرجع نصل على انتخابات نحن عارفين انهم مسيطرين عليها او بدنا نرجع ننطر انه يصير فيه تفاوض على السلطة يعني ما بعرف شو بالأفق عم بتشوف جاد طريق لنقدر نطلع من هذا الشيء أنا عم بحكي استفتاء وبعرف أنه هذا الشيء كتير يوتوبيك يعني بس أنه فكر أنه خي شو في غير حل أو في غير حل أساسا أو تفضل الاستفتاء أنا في نقطة شرعية ثالثة يعني مع التطور طبيعة العلاقات الدولية بين الدول صارت ناشئة اللي هي الشرعية الدولية يعني في أنت بصير مثلا في كوسوفو هل تعترف بها الأمم المتحدة والدول ولا لا تعترف بس هل تعطيها كمان شرعية طيب لكن في ثلاث نقط للشرعيات شرعية وظيفية شرعية شعبية وشرعية دولية للدول الخارجية انت عم تعمل استفتاء على فريق يجي يقول على بيان الوزارة انت رح ترجع تسأل حالك ثلاث أسئلة هل في عندي الشرعية الشعبية ليأمنوا غطى لهالفريق البارالال اللي قرر يعلن عن نفسه كأنه هو صار حكومة هل عنده ما يكفي واحد اثنين هل عنده الشرعية الوظيفية؟ هل قادر يعطي للناس شيء من وظائف الدولة بقوته الذاتية؟ عشان هيك الانقلابات بتبلش عادة انك بك تلقط مركز حكومي ما بعدين عادة يكون عسكري يعني بقى تقدر بعدين تلقط بقية القصص لتعدي وظائف الدولة انت بشخصك طب اذا ما انك قادر تعمل هالشيء كمان عندك مشكلة وكمان بك تحميها نفسها يعني هذه الشرعية الوظيفية تحمي
هالريفراندوم نفسه وأعضاؤه من انه يجي يحطوهم بالحبس، يعني انت عم تعمل شيء خارج عن الشرعية. وثلاثة، هل تعترف بك الدول خارجية؟ طيب هو ثلاثة اكيد بوقعنا الحالي مش مأمنين، لا الشرعية الشعبية مأمنة، لانه بنعرف انه على الحد الادنى بإطار كتير تفاؤلي البلد مقسوم نص بنص، مع انه انا بتصور اكتر بعض مع احزاب السلطة، ولو جزء كتير كبير من مناصري احزاب السلطة كتير هش انتمائهم، يعني كتير عم بينبشوا على خيارات بديلة، ولكن لليوم بعد ما صار في شيء عمل هيدي النقلة، ولكن بعضهم كتار. بقى الشرعية الشعبية متنازع عليها، الشرعية الوظيفية انك تقوم بوظائف الدولة وتحمي نفسك في الريفراندوم اللي عم تعمله كمان غير مؤمنة، لانه رح يجوا يبعثوا لك الجيش ويحبسوا هو العالم اللي عملوا الريفراندوم، لان انت عم تعمل نظام بديل. إذا في بس قبل لكفي الحلم، بما أنه بلشنا في حلم، يعني أنا بس لأنه بدي أخذ هيك لكفي الفكرة، بشوف ملحم خلف يعني نائب النائب المحامين وبيحكي عن كيف النائب فيها تكون رافعة الوطن، وبشوف جوزيف عون وبعرف أنه يمكن الحكي اللي عم يحكوه، ما بدي كمان اتهم، بس أنه يمكن الحكي عم يحكوه هو حكي حلو ينحكى، بس قديش رح ينتقلوا للأكشن فيهم. بس أنا افترض جوزيف عون مثل ما قال أنه هو ما بقى رح يحمي هيدي السلطة، أنا افترض بهال يعني التمثيلية الكتير حلو اللي معقول، الفيلم الكتير حلو اللي معقول نقدر نعيشه كلنا سوا، في حال كان في دعم من الجيش وما صار في انشقاق من الجيش، واجن انت يمكن فيك ترجع تضوين على قديش هذا الشيء معقول يكون وارد. انا ما بدي اخذ انه اوكي هيك راح يصير وكوني فكانت يعني وكل الجيش ماشي شيء، بس في حال كان هيدا حتى الاوبشن على انه كيف معقول هيدا الشيء يتبلور، هل بضمن هيدا الشيء راح يضل في كمان ريزيستنس؟ سوري يعني بس حبيت ضوي لما يبين انه نحن لا عم استفتاء ويلا سهلة تفضل، يعني اكيد مش هيك شيء. انتبه، اول شيء ما رح فوت بالشق انه بينقسم الجيش تبدير على الدور امني وكذا، بتصور كل اللبنانيين بيعرفوا اوضاع الجيش امكانيته للتصرف موقع سلطة، حطها على جنب. اذا الجيش بده يتصرف بهالمنطق بتطلب بحاجة للاستفتاء، هذا انقلاب، يعني بصير الجهاز العسكري بالدولة عم بيجي يقول أنا رح أستلم السلطة. هلأ كيف بغطي سلطته هو بأي شكل شرعي؟ هل بدي تكون شرعية عسكرية مباشرة، أما يعمل تخريج اسمه استفتاء بس منعرف نتيجته كيف رح تطلع قبل ما تطلع، يعني هو عم يدير العملية، بقى بتبطل بحاجة للاستفتاء. الاستفتاء إذا بدك هو الآلية التنفيذية لتغيير السلطة تنفيذيا، بس مش الآلية اللي بتغير السلطة. مثل ما بنقول الانتخابات النيابية، قانون الانتخابات نفسه بحدد قواعد اللعبة، فتقريبا فيك تعرف مين رح يربح ومين رح يخسر. الاستفتاء بعد فيه يكون أصعب، لأنه الاستفتاء فيك كيف بتكتب السؤال ترجح فريق على فريق، فيك مين عم بيدعم أي نتيجة الناس تنتخب، يعني بنعرف أيام دوغول كان يطرح الاستفتاء بغض النظر شو السؤال الناس رح تنتخب، يا مع دوغول يا ضده، يعني بالآخر هيك. بقى الاستفتاء هو آلية اوكي تجوز كتير، بس انا برايي ما رح تحل مشكلتنا الاساسيه اللي هي انه موازين القوى الفعليه اللي بتفرض هذا الشيء لتقدر تحصنه بشرعيتها الشعبيه وشرعيه الوظيفيه، بعد انت لليوم ما قدرت تقلب موازين القوى لتقوم باي عمليه بين مزدوجين انقلابيه مثل قصه الاستفتاء على حكومه بديله مع مشروع على البيان الوزاري البديل لتبلش تحكم. هيدا الشيء فيك تستعيد عنه، أنا ما بأيد هيدا الشيء بس عم بحكي نظريا شو الخيارات المتاحة، فيك تستعيد عنه أنك تعمل هيك عملية وتاخد شرعية خارجية بيعترفوا فيك، مثل ما بيعملوا فنزويلا مثلا، في واحد إجا قال ما أنا رئيس الحكومة، اعترفت في أمريكا وكان بلد أوروبي وصار في شيئين بالبلد عم يتقتلوا بعضهم. بس هيدا الشيء أنا أكيد ضده من حيث المبدأ، لأنه أنا ما بصدق أن الخارج جاي يعمل لي مصالحي، إحنا جاي كرمالي يعلمني هذا. تاني شيء، هذا الشيء بنعرف إنه بالتوازن الداخلي بيؤدي إنك أنت الإطار اللي عم تنبش عليه رح يوديك لحرب أهلية. أنا بالنسبة لي أسوأ شيء معقول يصير بالبلد بعده أحسن درجة من الحرب الأهلية اللي هو أسوأ شيء معقول يصير. يعني شوي عم تر هيك ما ساعتنا نعرف وين بدنا نروح، عرفت؟ لأنه لا انتخابات رح إذا بدك يعني جواب بالنسبة لي يمكن يكون بورينج، شو لازم نعمل؟ لازم نعمل ننتظم سياسياً،
هو هيقدر اكيد رح نشتغل عليه، بس انا قصدي الغي بعدين شو ننتظم سياسيا لانتخابات، ننتظم سياسيا ليصير في عنا ميزان قوي نقدر نشتغل عليه. انا اذا عم تسالني رايي الشخصي يعني عم بسال ايه انه عم شوف شو بتحس هو الشيء اللي معقول. انا ليش ايدت طرح مواطنون ومواطنات باللي عم يحكوه؟ لسبب كثير بسيط، انه عملت هذا التمرين. جيت انا خي، انا بالنسبه لي بلش بالعكس، بلش بالقلب. انا بيجي بحط انا اي بلد بدي، نحكي هون بالدولة المدنية، كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية، أنا يساري شوي مع تدخل الدولة لإعادة شوي أعطاء الفرص للطبقات الدنيا لتقدر تطلع من طبقاتها الاجتماعية بقى. أوكي، هيدا شكل البلد بدي إياه بالآخر. ببلش أرجع لورا، كيف بدي أوصل له هلا؟ إذا أنا ما بكون واقعي الحد أدنى، بس يقول إنه طيب بتساورة بدي أقلبهم كلهم نحطهم بالحبس. أوكي، في واحد يكون هيك، بس عندك القدرة؟ إذا عندي القدرة أنا معك على الأكيد، أنا مغمض عيوني. طيب هيدي ما عندي القدرة اليوم. طيب هل عندي القدرة من خلال انتخابات نيابية؟ أنا بوضع بلد عم بينهار، حق الناس كانوا بالانتخابات السابقة يدفعوا 100 و200 دولار، طيب اليوم ب$50 بيشتروا ناس. عندك دولة رح تشتغل، مخابرات رح تشتغل، مال رح يشتغل، إعلام رح يشتغل، طوائف رح تشتغل، عقائد عامة، تخويف من البعض، وأنت بعد أحزاب ناشئة مش عم تعرف تتفاهم مع بعضها. من هلا عم اقول لك ما تجيش انتخاباتك تكون سايقه كثير. فالانتخابات ما هي المدخل. شو بقي؟ بقي في انه انا استفيد من ازماتهم، اما او حالي لا اقدر اعمل شيء من هالاثنين. يعني انا علي هلا او حالي ما عندي شيء ثاني اعمله، يا بقوي حالي لدرجه اقدر اعمل انتخابات واربحها لان صرت هالقد قوي، يا اما اقدر اقوي حالي ليصير شبه حركه انقلابيه للشرعيه الشعبيه معي شيلهم، يا اما بقوي حالي للقدر ما بيخليني اعمل هو بس بيخليهم ما يكونوا قادرين يتخطوني لأنه صار في معارضة جدية. سأل حالك السؤال بس لهيك مقارنة. ميشيل عون سنة 2005 إجا على البلد، كان بفرنسا، إجا على البلد بالنظام السياسي بعد ما له وجود بقلب المؤسسات. لو ميشيل عون انتخابات 2005 ما قدر يحصن حاله بكتلة حرزان، بتقدر على فكرة جايب 21 نائب بتطار قد ما لأنه الانتخابات تشوف قديش السلطة هي بتقرر اللي يربح وبيكتر، جايب أكتر من 70% من أصوات المناطق اللي مرشح فيها ليجيب 20 نائب من أصل 22، 70% من الأصوات وبنظام أكتري. يعني إذا جايب 70% بياخد بقش كل الناس، جايب 21 بس صار عنده ما يكفي من الحجم ليبطلوا قادرين يتخطوه. هلا ما قدر يجيب أكترية، أكيد ما قدر يجيب أكترية، بس صار عنده ما يكفي من الحجم. أنا مع إنه يصير عندي القوة السياسية ليصير عندي ما يكفي من الحجم ما يقدر يتخطوني. هلا مواطنون بيعبروا عنا إنه التفاوض، فليكن إذا بالتفاوض تفاوض، بس المهم القوة في بالانتخابات. إذا عندي القوة الكافية بإنه كمان هالانتخابات لو بدها تزمل لي حجمي، بس رح ينعرف إنه أنا حجمي هالقد ما حدا هيدي الخطاه. بقى أنا بالنسبة لي الأند برودكت اللي بدي إياه هو شكل دولة مدنية فيها قانون، هالقانون بيسري على الكل، عنده تدخل لمعالجة أزمة الاقتصادية بشكل كتير واضح محددينه. هلا الآليات كيف بنوصلها؟ أنا اللي بعرفه الأساسي بناء القدرة الذاتية. لتعمل تيربو تشارجنج لهالقوة الذاتية بدك تعمل جبهات، لأنه هون أنت آخر جملة كان عم يحكي عن loss aversion بالأول ألبير. أنا برأيي هون المشكل الأساسي بعقلية اللبنانيين كلنا، نحن كيف بنفكر بما أنا على تجربنا آخر 50 سنة. نحن ما منغير ولائنا السياسي إلا ما نضمن إنه عم نروح على مركب ربحان. كتير قليل الناس اللي بياخدوا ريسك بلبنان بخياراتهم السياسية. مشان هيك أنا بقدر في كتير ناس ناطرة الانتخابات النيابية مش تتغير من خلالها، لتنطر نتيجتها لتشوف إذا بتغير رأيه ولا لا. بدك توحي بالقوة. أنت أول ما توحي للناس إنك قوي فجأة الناس رح توقف معه. في كتير ناس من محيطنا بالحرب الأهلية كانوا مع بشير جميل مثلا. بشير جميل يعني وصلت للسلام مع إسرائيل لحظة من اللحظات، اليوم بيكونوا مع مشاعرهم بيكبوا إسرائيل البحر. هن نفس الشخص، هو لا بده يعمل سلام ولا بده يكبر البحر، هو بده حدا قوي كفاية يبين ويقدر يحميه. هيدي المعارضة تتحط تربو تشارجنج لهذه القدرة تبعها بحاجة تقدر تكون قوية وبالقليل توحي بقوتها. الجبهة بتساعد، لقاءات مع أطراف محلية وخارجية تتعترف بشرعيتك بتساعد.
إذا بدك أنا هون الأساس بورينج يمكن شوي، بس ما في حل بالدنيا بيجي من دون ما يكون في قوة، قوة دفع عم تجي تدفش بهالاتجاه. البير إذا فيك بس هيك يعني ترجع شوي تذكرنا كيف معقول يكون دور المواطنين كمواطنين، يعني منعرف إنه آخر شيء هودي أحزاب بدهم يشكلوا جبهة، بس نحن كمواطنين شو فينا نعمل تنقدر نساعد بهذا الشيء؟ يعني بشوف بحضر كتير ويبينارز وبحضر كتير أعمال بيكون عملون أحزاب مع بعضهم، هذا الشيء بيبين وين الأحزاب يمكن عندهم نفس وجهة النظر على كتير من المواضيع، بس آخر شيء عن جد بتصير قصة إنه يصير فيها الاجتماعات فيزيكلي بين هودي الأحزاب تيحكوا بهول النقاط على الأخير فيهم. هيدي شقفة. وتاني شقفة طلع بدي أعرف يعني ما صار في عنا مثل reconciliation بعد الحرب الأهلية، وبعد في عنا كل حدا عايش بمحل ما بأنه هو كان مأزن الحرب أو هو كان شهيد من الحرب أو هو كان بطل بالحرب، كيف يعني تعاملنا مع السياسة جاي من هون نقطتين؟ جاي من نقطة أنه أنا بدي لقي الحل ويمكن أنا لحل رح لقي الحل وأنا الوحيد اللي معي حق، ونفس الوقت اللي عم بيصير انه البلد يعني فارت، بنحكي عن loss aversion، بس انه اذا بنقدر نعمل شوي comparison critical اكتر عن الموضوع بنشوف انه اذا بتكفي القصص مثل ما هي اكبر loss عندي اياها. كيف انا ممكن اقدر يعني اقدر شوف انه خي لا، ما هي loss aversion هي انه فل، انه لو مش واضحة لقلي بس انه هي عن جد انه فل من الواقع اللي انا فيه، واخد هالجامبل لانه ننتقل صوب انه نشتغل مع هول الاحزاب اللي عم تطالب بدولة مدنية او نصوت باستفتاء او شو ما كان الشيء اللي بدنا نعمله. كيف عم نقدر نغير هالقصة، نغير علاقتنا مع هذا الشيء ونقلب loss aversion من شيء ما فينا نتخيله لشيء واقعي هو لا عن جد اذا منتكف هيك هو اسوأ. عكس loss aversion هو novelty seeking basically، اما risk taking نقطة كتير مهمة فكر كيف بدي فسرها للنقطة. في نوعين مشاكل، في مشاكل بنسميهم mentalizable ومشاكل بنسميهم non-mentalizable، يعني مشاكل فيها نحلهم براسنا وتأكد انه رح يمشي الحال وبعدين ننفذ، في مشاكل ما فيك تحلهم براسك بدك تجرب بالواقع، ما يمشي الحال تحسن تفوت بالحيط تخسر تربح شوي تكسر سنينك ترجع تجلس etc. المشكلة بلبنان انه نحن ما بنلعب اذا نون منتلايزبل المشكلة، نحن بدنا بس مشاكل مثل ما كان مول جاد، بيكون انت مأكد انه رح تربح تتلعب في مبدأ اسمه skin in the game. شو عم خاطر انا من جلدي، يعني جلدي باللعبة، هيدا المبدأ skin in the game الطبقة السياسية تبعنا عنا تقريبا ما بحياتهم بيلعبوا ولا مرة بيلعبوا لعبة فيهم يمكن يخسروا فيهم، بطيحسوا حالهم يمكن رح يخسروا بيتوحدوا. شايفينه كتير مرات بانتخابات، آخر انتخابات صارت وقت كان في بعض المناطق وين مثلا لبلدي كان عندهم لوايح قوية كفاية، وحدوا عملوا ليستة واحدة كلهم مع بعض. وهون نرجع شو كان يقول جاد انه حدا فيكم كان مع إسرائيل لإسرائيل هلأ صار عوني مع الكب إسرائيل بالبحر، أما حتى العونية يعني ما نقدرين رح كتير بعيد، ميشان عون هو كان كاتب الريزولوشن ليشلح سلاح حزب الله سلاحهم باليونايتد نيشنز وقت كان برا بتخيل 1559 إذا ماني غلطان. بعدين صار لا هو أهم شيء، لأنه الهدف منه بنرجع على النقطة منه إيديولوجي، الهدف هو شو اللي بخليني أربح، وحيالله شيء بخليني أربح أنا بمشي معه شو ما كان يكون، خليني أربح أنا بمشي فيه. ما حدا بده يخاطر skin in the game، ما حدا بده يخاطر يخسر شيء يمكن يربح بس معقول يخسر. مشكلة المشاكل non-mentalizable إنه ما فيك تعمل جارانتي لهالشغلة، وتعمر بلد منه mentalizable. يعني شو الفرق مثلا أنا تنقول تعطي أمثال لشيء mentalizable شيء مش non-mentalizable؟ شيء مثلا mentalizable أنا بدي روح أنا بيت بتمرة بدي أنزل أكل شاورما عن جمبور، بعرف الطريق فيه أتخيلها بطلع بالسيارة، في mentalizable وبنزل it's predictable، نرجع على قصة uncertainty بعرف إنه راح يكون هو فاتح فيه أنزل راح يطلع لي الشاورما تبعي. مشكلة non-mentalizable هي سيارتي انتزعت ما بعرف شو بها، بدي انزل افتح الكابو افتح الموتور يمكن ما اعرف صلحها، يمكن بدي اخدها غير محل، يمكن بدي ما في انا اعرف شو المشكلة قبل ما بلش ملغس فيها ومني اكيد من النتيجة تبعي. السؤال هو كيف تقنع ناس يخسروا؟ كيف فيك توصل حدا يقبل يخسر مش يربح يقبل يخسر؟ لانه اذا بدك تأكد له رح يربح ما حيربح، ما فيك تأكد له هالشيء، ما حدا في أكد لحدا بمشكل non-mentalizable إنه النتيجة guaranteed.
سو انت كيف بدك تيجي تقنع ناس تعا معي خاطر نخسر؟ كيف انت وانا بعرف مثلا كتير ناس حتى يمكن نواب وهيك بيقولولنا انا بنزل معكم بس بار مش هالمرة، مثل ما كان عم يقول جاد كأنه ناطرين يشوفوا هل رح نربح، واذا اكدتوا لي ان انتوا رح تربحوا انا بصف معك، بس بدي اتاكد لي انك رح تربح قبل، والا انا ما فيي. ها اول نقطه. ثاني نقطه عن شو فينا نعمل وكيف بدنا نعمل تنظيم، وشو في يعمل الفرد. الفرد شو في يعمل؟ هو انه يفوت بمجموعه. واحد فرد لحاله ما بيعمل شيء، بدك مجموعه، لانه الناس اللي نحن عم نتحارب ضدهم الطبقه السياسيه هن مجموعات منهم افراد، وقوتهم انه على راسهم في افراد، بس قوتهم انه مجيشين ناس وراهم. بدك انت كيف تقنع حالك، كيف بدك تقنع الناس انه بدنا نعمل هالشيء لنخسر ونخسر 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 ونفوت بالحياه، نرجع نجلس، نرجع نطلع، نرجع هيدا تقدر توصل لمحل. بس ما في طريق، ما في خطه. يعني كانه انت عم تسال السؤال شو فينا نعمل، كانه بدك يا انا يا جاد نعطيك جواب خطه، ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 ستيب 5 دوله. هيدا شيء ما في منه لانه ليه بشرفكم هو مش هيدا الطلب، بس اوكي انه ما في منه لانه الوضع كومبلكس، في عندك كتير فاريبلز عم بتهز بطريقه وين ما فيك، بدك تجرب وتفوت بالحياه. يعني اقرب شيء بيصير هو التخوين، بيجي حدا مثلا بيجرب يترشح على الانتخابات، بيعملوا ما بعرف، تنقول نحكي عن مواطنون مواطنات، بيطلع حدا مواطنون مواطنات على التلفزيون بيقول شيء منه مثالي، ليك انتو كيف صرتوا ما بتسوا بقى يا خي. ما واحد بده يجرب، بده يقول، بده يفوت، بده يخبص. يعني يا ريت الناس عندهم نفس الـ level تبع الـ exigence، نفس الـ level تبع كيف بدنا نقول. بس ليك انتبه على البار هون في هيك مفارعة. انا برأيي هذا شيء من النفاق عن بعض الناس تيخبوا فيها أنه هني بيلحقوا القوي بغض النظر عن هولي، لأنه زعمائهم إلهم بيكون حاكي الشيء ونقيده ألف مرة، ما حدا بيعلق على شغلة. هيدا عموله في النيفو الإكزيجانس. يعني واحد ياريت الناس بتكون عندها نفس الليفل تبع الدقية على الكل. يعني بيجي واحد من الحراك الشعبي، من المجتمع المدني، من مواطنين ومواطنات، من طلعت ريحتكم، من لايك برايد، من كل شيء، بيزيح عن الخط سنتي انت ما بتسوى. بيكون هو الليدر تبعه نهار كان بحب التبولة، وتاني نهار صار مع الفتوش، نهار كان مع هيدا، تاني نهار كان مع هيدا، خبص طلع نزل سمى لنبيه بري بلطجي، رجع صار حليفهم، سمير جعجع قال نبيه بري أشرف الناس بس ما بيسوى ومدري شو، ما عندهم ولا مشكلة، بتقطع يعني حلال رواق. بيجي لك واحد جديد بزيح سنتي انت ما بتسوى، وبيصير تخوين، وعم تقبض من مدري مين، وشفته شو قال عن حزب الله عم يدافع عنهم، وشفته كيف ما قبل ينتقد الامريكان لانه هو امبريالي، وشفته راح اجتمع بيطلع بيقول لك انه نحن جماعه السفارات، بيكون هو بروسيا بنفس النهار بيكون يا بروسيا يا بالسفاره بفرنسا يا بالسفاره، كل يوم بسفاره. تطلع انت بتقول يا خيي فينا بركي نسأل فرنسا شو يتعمل، قلنا لكم انتم ما تفعلكم. وهيدي النقاوة الفكرية intellectual purity هي الشيء لازم نحن نشتغل عليه، تما بقى نطالبه من بعض، لانه اكتر شيء بيأذينا هو انه ما بنعرف نعمل compromise، ما بنعرف نتنازل لبعض، نتنازل للطبقة السياسية شو ما عملوا، صار الدولار 15,000 نعمل ميمز، ما بقى في كهرباء بنعمل ميمز، ما بقى هيدا نتقبل كل شيء. وقت فريقنا ما يكون 100% بيرفكت ممتاز نتخلى عنه. انا شايف مجموعات نكون عم نعمل اجتماعات، انا شغلتي كيف نبني ارائنا، مرات بيقولوا لي فيك تيجي نشوف كيف عم نبني ارائنا، بيجي حدا مثلا بيكونوا متفقين على 99% من المبادئ في هيدا المبدا الصغير، انا اذا ما بتغير رايكم انا رح اظهر، رح اروح افتح مجموعتي. في مجموعتين اختلفوا حاطين دوله مدنيه، قالوا لا علمني نعم خلص اختلفوا فعليا. وبيجيك الزلمة بوجهك على حساسيات، يعني بس عشوائي على فونت وورد، على اي فونت، واحد بده ايريال، واحد بده تايمز نيو رومان، انا تارك المجموعة اللي هفتح مجموعتي، وبتشوف بالوجه الناس يلي ديجا بمجموعة، يعني الناس المسيسين المحزبين بأحزاب السلطة، بيطلع الليدر تبعهم التنين بيقول لهم رودي زلمة ادمي،
انا مع تالي نهار بصير رودي فاسد انا مع, وتالت نهار رجع ادم والرابع رجع انا مع انا مع, هيدا ناقصنا ما بنعرف نعمل كومبرومايز. مش يعني لازم نكون مثلهم منتقلب منقلب ارائنا وما عندنا ولا مبدا, لانه اهم شيء تكون معلق بافكارك مش بالشخص يلي بيمثل لك افكارك. فاذا الشخص تغير تقدر تتخلى عنه, بس لازم نتعلم كيف نتنازل لبعض تنقدر نكون عنا هالميزان القوة. لانه تتلاقي حدا خي شوي مثل هيدي العلاقات الكابل, يعني اذا انت عندك هيدا نقط بدك تلاقي الشخص الممتاز تبعك راح تتجوز, ما راح تلاقي حدا, مش راح تصاح, مش راح يمشي حالك. اذا بدك الشخص يلي هيك 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 بدك تتنازل, بدك يعني بدك تطري لنا اياها شوي بقى. شو فينا نعمل؟ هي نطريها مع بعض ونصير اكثر راديكاليه معهم حاليا بلا ما ننتبه بطريقه لاوعيه. انا كتير مرات ملاحظ حتى ناس من من فريقنا اذا بدنا نحكي هيك بيطروها مع السلطه. خلي حس مثلا انا ياما ناس وقت على حسان دياب اعطوه فرصه. ليه بدي اعطي فرصه لحدا سموه؟ ناس قتلينا عم يقتلونا, بيجي بتقول لهم طب يخي اعطوه فرصه لبلدي. بقول لك بس ما بنعرفهم, بركي هيدول عم يقبضوا. لك ما هيدوليك بتعرف انه عم يقبضوا, هيدول يا اخي بركي عم يقبضوا بس منك اكيد. ليه عم تمشي بالقلب؟ بدنا نقلب هالشيء يعني الخرافه انه عنا من 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 مرق شو ما كان للناس ما لازم نمرق لهم شيء, وفجاه بنصير عنا نقاوه فكريه, بصير عنا راديكاليه على الناس يلي لازم نكون بالعكس متفاهمين معهم. انا بتفاهم مع اصحابي ما بتفاهم مع اخصامي. لمنين نتفاهم مع اخصامنا؟ وفجاه بنصير كلنا عنا مطالب جنون على الناس المعنى. وقتها مثلا صارت طلعت ريحتكم, الشباب طلعت ريحتكم كانوا يعني عم ياكلوا خبيط ولبيت من وين ما كانش مال يمين, لانه عملوا ستيتس على فيسبوك ما عجبهم, اما نقطه قالت مدري شو. جاد اذا في اسالك بس هيك بركي اخر سؤال لنختم فيه, شو معقول يكون هيدا الشيء اللي كلنا معقول نتفق عليه؟ هل معقول يكون دوله مدنيه كلنا نكون واعيين انه هي الحل الوحيد, ولا هذا الشيء عايز كتير وقت وعايز كتير, ما بدي اسمي وقت بس عايز كتير شغل لنقدر نوصل لهذا المحل اللي كلنا بين فيه؟ هل هي انه نعمل بدي اسميه عقد اجتماعي جديد, بس انه نرجع نشوف انه هذا النظام اساسا ما انه ظابط, اساسا ما كان عم بيلحق الدستور بي 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 بتعاطيه بحيالة شيء, كان مجلس النيابة ان كان الموازنات اللي كانوا يعملون وغيره. كيف معقول يكون الحل؟ هل هو يعني انا بفكر ايام انه هل معقول مثلا اذا خيرنا نظام لبنان من نظام برلماني لنظام رئاسي, هل هذا الشيء معقول يخلق شيء يجبر العالم تغير تعاطيها مع السياسه, لانه صار في عنده تعاطي دغري مع يعني اذا بدنا نسميه المنصب الاساسي اللي معقول يكون هو عم يدير البلد؟ يعني اذا بس تخبرنا شوي عن نظام الرئاسه اول شيء, واذا هو معقول يكون فاتح للحل, لانه ما بيقعد فيه مثل تبرير لهالنظرة الطائفية اللي عنا إياها للسياسة, بما أنه رح ننجبر نصوت لشخص واحد رح يكون من طائفة واحدة بس بدولة مدنية ما رح يكون العازة شو هي طائفته, لأنه مجبور يكون عم يمثل البلد كله. هل هذا الشيء معقول يكون شيء نسعى له كشعب, شيء معقول يوحدنا كلنا لأنه ما في حل غير هيك, ولا الوصول لحيالة نوع من حل رح يكون بطريقة كثير مثل ما بدنا نقول step by step, يعني بلا تغير راديكالي لهذا الشيء؟ مع العلم انه صار في الثورة بفتكر كان المطالب والشيء اللي عم يدوي عليه ألبير هو انه نحن كتير اكزيجان مع الشيء اللي عم يمثل الثورة بس مش مع السلطة. هل نحن مش عارفين انه بدنا هالتغيير الجذري وعن جد بدنا ايه, وهل معقول يكون بهيك تغيير نظام ليصير نظام رئاسي؟ اولا النظام الرئاسي نظام سياسي بيخلق للدولة راس, هالراس صرت عم تلحقه بشخص. هو مفروض بالنظام البرلماني رأس السلطة بصير الحكومة, السلطة التنفيذية يعني, اللي البرلمان هو بيعطيها شرعية اما بينزع عنها شرعيته. بالأنظمة البرلمانية يعني اللي بيكون فيها حكومة هي تحكم, الواحد عم يجرب يجاوب على حساسيات المجتمع انه خي ما فينا نحط له راس واحد, بدها كذا راس القصة. غالبا ما الانظمة البرلمانية تطورت مش لاسباب كتير ديمقراطية, يعني احنا اكيد بعاد عنا ما خصنا بشيء, احنا عام بلبنان ما في عنا لا نظام برلماني ولا رئاسة. نظام البرلماني هو شيء اعطى الشرعية لك كواحد هيك فشخة بعد طولة. الديمقراطية بشكل عام في لها مصدرين
مختلفين، مصدر قتل راح ومصدر تاني بعده مكمل. المصدر اللي قتل وراح هو الإغريق أيام غريس أتينا. هناك كان في الديمقراطية المباشرة، بيقعدوا ناس ملعب فوتبول كل الضيعة كانت تكون يعني، يصوتوا على قوانين ينتخبوا، بس كان عندهم آليات، مش إنه هيك يعني. حتى كان في آلية لعزل الأشخاص اللي بيصيروا كتير influential، لأنه هيدا عنده كاريزما ولا قدرة خطابية عم بيخلي الناس تنتخب بعكس مصالحها يمكن. فأول ما يصير في ريبة من حدا من هالنوع بيتصوت إنه هيدا بدنا ننفيه. فكان في آليات للديمقراطية المباشرة. هون بصدق الناس عم تحكم حالة مباشرة. طبعا هالشي ما كفى، صار في عنا البيك سيتيز، بعدين صار في الدول، بطل في آليات تنفيذية لهيك شيء. وعلى فكرة كان وقت يضطروا يعينوا حدا بالاقتراع، ما في انتخاب، تحط 3-4 سنة مين بيطلع، بيطلعوا. طيب نحن اللي عم نعيشه بالعالم هلا بنشوف الديفياسيون اللبنانية كيف اشتعله، يعني شيء بيرفير عنه، هو ديمقراطية ماغنا كارتا بال 1215 وقتها في الملك ببريطانيا. مين اختلف معه؟ البارونات، مش الناس، مش الشعب. البارون صار عم يطلب من الملك، بده صلاحيات برلمانية للرقابة على المالية العامة. ليش؟ البارون صار في مال، انه انت مش عزوقك تصرف كيف ما بدك وتشير كيف ما بدك، بدك رقابة من عندي. وايش دول ماغنا كارتا تبلش تخلق هيدي الديمقراطية التمثيلية، حدا بيمثلك بالمجلس النيابي مش مباشرة. وإذا بصير هذا الشخص يحكي باسمك، علما أنه أنت بتراقب أدائه مثلا على 4 سنين مثل عنا، ولا مرة بيستشيرك بشيء، أنت اللي عم تلحقه، بس نظريا أنه هو عم يمثلك لأنه أنت كل 4 سنين بتخبر. بلبنان نحن خلقنا الآليات الشكلية على أساس ديمقراطية برلمانية، ولكن لغينا الدولة كدولة. الحكومة ما بتاخد قرار بشيء، كلنا بنعرف أنه في 4-5-6 زعماء ساكتي بدهم بيقرروا بدهم ايه، لدرجه صار في شيء بعدين اسمه طاوله حوار. طاوله حوار ما في محل منها بالدستور. تيجي بوقت حكومه تمام سلام، هيك كانت كثير بتضحك، بتحط ببيانها الوزاري انه تلتزم الحكومه بمقررات طاوله حوار. طاوله حوار بالنسبه للدستور هو صبحيه، يعني حاطين راكب القهوه القاعدين. هو لهيك انا عم بسال عن نظام رئاسي، لانه بركي ها ما بقى، يعني بدل ما يكون في عنا 4 روس او 5 او 6 روس حقيقي عم جرب نحاربهم، بلاقي بيكون في راس واحد، بصير في يعني ننجبر كانه يصير في حدا عم بيحكم وحدا عم بيعارض، ونرجع نخلق هيدا الشيء اللي الدوله لازم تكون هيك موجوده فيه. يعني لانه ما بقعد فيه هالمناصفه دائما، وحكومه وحده وطنيه وما بعرف شو، ما بنوصل فيها لمحل. بلاقي اللي بتوقف عند شخص واحد بيشتغل او ما بيشتغل، حيالنا نظام لحكامله في ما في ولا نظام ما في يكون فيه. بس انا عم بحكي على ستريكتير لبنان، على ستريكتير لبنان طائفيه ممكن تنكسر هذا النراتيف. ما بعرف كسرت الطائفيه اجين في يكون بلد مش ماشي، حتى مع طائفيه مكسوره، حتى مع فيدراليه، حتى مع نظام رئاسي ملكي شو ما كان. سوري جان، لا ما هو اللي منا بالنظام، منا بالفورما، يعني ما عندنا مش بالفورما. اذا جيت افترضت انا بدي امشي بكل سيناريو وعملت نظام رئاسي، كيف بدي اوصل له؟ يعني انا راح اسلم جدلا انه له افانتاج، في له كتير ديزافانتاجات، يعني ما بينتبه لها. نظام رئاسي يعني تقريبا يعني عندك ديكتاتور 4 سنين. بامريكا قادرين يعملوها لانه الاستابليشمنت اقوى من هالديكتاتور، بس منه حاكي، بس مؤثر بالحكم قادر يكون اقوى منه. عندهم شيء اسمه سوبريم كورت حاطينه هيك على جنبه، قادر ياثر بضغط غير التقسيمات الباقيه من كونغرس، يعني اللي بقلب الكونغرس. طيب انت اليوم بلبنان بتجيب واحد من هالنوع، عندك كتير ديزافانتاجات، معقول تاخذ البلد على محل مثل حكم احادي. طيب قبل ما نوصل لهم، إذا أنت عم تجي تقول هذا النظام بدي حدا يحكمه، يعني بدي شخص يصير رئاسي، يعني بدي حدا يحكمه، طب ما كيف توصل لهون إذا الناس طوايف، شايفة حالة طوايف بتقتل بعض، تعمل لك حرب؟ الفكرة أنك بدك قوة شعبية، نرجع على الشرعية، بدك قوة شعبية وميزان قوة، هو ياخدك بتجي أي حال بدك إيه. أنا ما بلاقي المشكل هو هيك، يعني أنه في يكون هذا، أنا ما عندي موقف مسبق لا من النظام الرئاسي ولا من البرلمان ولا من الفيدرالية ولا من شيء. كلهم هولي بالنسبة لي وظائف، فيهم يكونوا منيح فيهم يكونوا عاطلين. أنا بالنسبة لي، هل الناس اليوم قررت قبل ما نقرر نظام رئاسي ولا نيابي إنه بدنا دولة لنعملها نظام؟ ما نقرر بعدين النظام أيه. هل بدنا نحن يصير في جهة خارجة عنا
إذا أنا شايف حالي مسيحي ولا شيعي ولا سني، هل أنا مرتضي على حالي بطرف خارج عن طائفتي وعني أنا كهوية يفصل بهالنزاع لأنه في شيء اسمه مصلحة عامة فوقي، ولا المصلحة العامة هو ما أرتقيها أنا لأنه هو مصلحة عامة؟ إذا هيك بقى تبقى القصة ما بتوصل لمحل. مش هيك إذا بتسألني أنا إنه شو اللي بدنا إياه هلا، أنا بالنسبة إلي الحل رح يكون إنهاء الحرب الأهلية اللي بعد ما خلصت. ميكانيزم الحرب الأهلية بعده مستمر، آليات الحكم هي حكم الحرب الأهلية، كل واحد لاقط منطقة هالمرة بلا سلاح بس حدودها بنعرفها أيها، وساعة اللي بده بفرجيني سلاحه، كل واحد دفكته بالسلطة بتحبه ولا ما بتحبه دفكته بالسلطة، وكلهم قادرين يعرقلوا كل شيء بالبلد إذا اختلفوا مثل أيام الحرب. أما إذا اتفقوا فبتكون عادة على حساب الكل لأنه في كوميسيونات للكل توزيع. في انهاء الحرب بده يصير من خلال بناء دولة، وانا برأيي بناء دولة فعليا بلبنان، قيام دولة بلبنان، مش بس رح تنهي الحرب الاهلية، رح تأسس لهيدا الشيء اللي سميناه بال 1920 لبنان الكبير. لبنان الكبير لليوم هو فكرة، It's an idea of a country, of a state، فكرة لدولة لم تتحقق يوما. كنا ايام نقرب ايام نبعد، بس ولا مرة بتاريخنا نحن كان عندنا دولة عم تقدر تقوم بوظيفة. والدليل أنا وقت كنت بالماسترز بالعلوم السياسية، في دائما في شق أساسي من السياسات بدك تدرسها أنت، العلاقات الخارجية، العلاقات الدولية. لبنان بتاريخه ما عنده سياسة خارجية كدولة، لأنه بحياته كان في دولة محددة مصالحها، وبناء على تحديد مصالحها بتعرف من خصومة من أعداء أو من أصدقاء بين مزدوجين، يعني مستعدين يتحالفوا هن وياهم. دائما في ناس بالدولة عندها علاقات بالخارج، الدولة دائما مفروض تكون نوتر بيناتهم. الحياد وقت واحد يطرح اليوم الحياد بلبنان هو عم بيهرب من فكرة انه نحن ما عندنا دولة، مش هيك عم نروح على الحياد. الحياد هو حياد الدولة تجاه زعمائها اللي بيكونوها، الدولة عم نحيدها عن انتماءاتنا. لأن في ناس ما بتعرف انه حزب الله قرب لإيران، في ناس ما بتعرف انه صعب الحلقة قراب للسعودية، في ناس ما بتعرف انه في فلان قراب للأمريكان، فلان قراب للروس، كلنا بنعرفهم وكلنا بنعرف انه هن جوات الدولة. الحياد هو بيصير حيد الدولة عن انتماءاتنا اللي منخليها بس منحيد الدولة، يعني لا دولة. ما هو الموقف تجاه السياسة الخارجية مش رفاهية، مش انه انا ولا كل العالم كنت راحت على الحياد، مش في حدا بيحب هيك بالمطلق انه منقتل بعض وكذا، كل العالم كنت تروح على الحياد. ولكن أنا لأنه في ناس تتربص بي الشر، يعني أما عندها مصالح بدها يا المي تبعي يا الغاز تبعي يا حدودي يا شي من أمني، أنا بدي دافع عن حالي منها، ببني قوية ذاتية وبتحالف مع دولة تاني لأوي حالي عليها، أما بالمصالح الاقتصادية كمان وغيره. بقى السياسة الخارجية منا رفاهية. لبنان لم يكن دولة، مشان هيك البدء هو بده يكون قبل ما نحدد شكل النظام نقول بدنا نظام، بدنا نظام. إذا نرتضي أي نظام أنا برأيي أحسن نحن فيه شو ما كان النظام يكون. يعني أنا كنت عم جرب شوي أعطي هيك يعني كنت عم جرب بريد شوي على ألبير، لأنه كان عم بحكي عن أنه ما في predictability بالشي اللي رايحين عليه. قلت أنا بركي إذا بنحلم أنه خي نظام رئاسي معقول يكون حل، أو نحلم أنه الدولة المدنية معقول تكون حل، أو نحلم أنه باستفتاء في يكون الحل. ألبير عم بيقول لي لا بس ما رح بس رح فسر لي كلهم هي اكزاكتلي رح فسر شغله في شيء ما عم نحكي عنه، انه عملنا اخر مره من شيء 4 تجمع حلقتني ايش مثل هلا وبشوف دائما حلقتني ايش واتسترا. كنت عم احكي هذيك ساعه عن منتلايزبل نون منتلايزبل، كيف بنحل المشاكل النون منتلايزبل؟ بنحلهم بالفعل، يو تيست ما بيمشي الحال بتظبط، يو تيست ما بتمشي حال. شو ناقصنا هو الفعل، بدك تجرب، بدك تفوت بالحيط، بدك تخسر، بدك skin in the game، بدك تخسر. سو شو كيف تجرب؟ مثلا تشتغل على local levels، بدل ما تربح الانتخابات النيابية نزرع على البلدية، نظم تنظيف الشط، نظم تعمل صفوف شطرنج بضيعة etc. بدك تجرب، بدك تقطع من عالم الأفكار الـ intention عالم العمل الـ action، لأنه بأول الحلقة كنت عم بحكي عن intention action gap والفرق بين شو حدا بيقول وشو حدا بيعمل. المشكلة إنه تقول ما بغير شيء بالواقع إذا ما بتلحق الحكي تبعك بالفعل. بعرف أنت بتحب فكرة إنه الأفكار كان مانيفست بدك تعمل له المانيفستيشن وقال له إذا في شيء عم نجرب نعمله هو إنه نحمس العالم
يعني تشتغل بدك تحمس العالم بطريقه تعطيهم حل ممكن يمشي. بدك نشتغل ولح يمكن ما يمشي. بس شو رح يصير اذا ما بيمشي؟ رح يطلع لي معطيات 100% تقدر مره تجي جرب شيء عم بعمله بيزيكلي تست ريتست 100%. هيدا عم نضيع كثير وقت كلنا جمعيا بمجموعات، ان كان للنقاوي الفكريه اللي حكينا عنها، ان كان هل بدنا علمانيه هل بدنا فيدراليه. خي حط شو ما كان، جرب شو ما كان، جرب يا خي نظام ملكي اذا بدك، شوف شو بيكسر سنين وشو بيمشي، صلح، جرب، عمول قصص، التحق بمجموعه ما تخليها تفرط، جرب قصص، شوف شو شو ما مشى. ولا مره رح يجي حدا رح يقدر يعطي للبنان حل متكامل بطريقه فكريه. معك 100%. وهذا يعني اذا سمينا التاك اليوم بكره لانه هو تنرجع نتذكر انه نحن اليوم لمين؟ اليوم اللي عم بيشتغل، واللي عم بيشتغل هو اللي عم بيخلق بكرة اللي رح يجي. لهيك يعني الدعوة من اللقاء اليوم هو مثل ما قلت بالأول، أنه تتواصلوا مع مختربين مجتمعيين، تتواصلوا مع حيالة انيشيتيف مع عندكم بالمنطقة، حتى لو بدكم تتواصلوا مع مختربين مجتمعيين نحن فينا نحطكم in contact مع عالم عم يشتغلوا بلبنان على حيالة شيء. يعني حيالة الشغلة بدنا نعملها باللجنة السياسية بتاخد معنا 4 ساعات، حيالة سؤال بدنا نجاوب عليه، وهيدا الشغل تينعمل بده عالم تعمله مثل ما كل الوقت كنا عم نحكي. النظرة للبنان اللي بدنا نوصل له هي بدها أشخاص تعملها، وهيدا الشغل ما فينا نحن لحالنا نعمله، ما فينا كمان نضلنا عم ننق. هلا بعرف شوي هيدا حكي بريفليج إنه نقول إنه لازم نشتغل، ما فينا نكون بس عم ننق، بس آخر شيء هيدا الواقع. ومثل ما عم بيقول ألبير، يعني تما يقول أنا بدي الأيدياس تمانيفست أبدا، يعني أنا بدي أحلم بس بدي طبق القصص اللي بالنسبة لي بتقدر تتحقق. فبدعي الكل بليز يعني تشاركوا معنا بس تنجرب نغير بشي، يعني بطريقة ستركتشر وبتعاطي مع الناس الكل. نتذكر أنه كلنا لبنانية. ألبير هذا الكهرباء عم تحكي عن شغله مهمه، اللي هي انه هو عايزين عالم يعملوه، لانه عايزين عالم يروحوا يحكوا مع غير عالم، يوعون على المشاكل اللي هن ما مش عالم، نحن العالم 100%. ما هذا اللي عم بحكيه، وكل حدا عنده دور. اكزاكتلي هذا اللي عم بقوله. يعني لا كل لازم يروح اذا بس في يزيد شغله بمحلنا ايه، ما هو هلا بس انا اخر شغله باللي عم انت عم تقوله، قصه انه الناس اللي كانوا بيقولوا البار انه لازم العقل يشتغل واللسان يحكي، بس اخر شيء بدك اجرام، بدك تركض. وعلى صعيد المجموعات، على صعيد المبادرات، على صعيد في كتير نشاط عم بيصير، ولكنه بعده مبعثر. انا ما بعرف اذا هيك مطلب شوي اوتوبيك، بس انا اذا في مسؤولية وطنية عند كتير من هيدي القوى اللي مفروض بعد سنة ونص تجي تشوف حالها، انا هل قدرت تكون شيء عم بينما ولا صرت استجنيتد؟ هلا هو يعني الناس، هل انا قدرت انتج برنامج سياسي او لحظه هلا بعد ما حتى قدرت اعمل برنامج سياسي؟ هل انا قدرت اعمل مثل تحالفات بالحد الادنى لاكون مني مطوق هيك لحالي بشي ضايعه؟ اذا الاجوبه على هولا، افضل عمل تعمله تندمج بمجموعه تانية. ما بيجوز نبقى عم نفرخ مثل الشامبينيون مجموعات. لازم هلا يصير في حدا، يعني لازم نخلق هلا يعني نروح بمسار كابيتاليست شوي على فترة من الوقت، الكبير يأكل الصغير، بس تنوصل لمحل بعدين نرجع نخلق عدالة بالفرص. يعني إذا منضمنا كل مواطن حزب ما عملنا شيئا يعني. 100%. هيدا بياخد كثير من أنه ننسى شوي أنه الشيء اللي عم نعمله هو منه لغايات شخصية. إذا عم نعمل شيء هو للكوميونيتي تبعنا، وإذا نحن بس عم نجرب نفتح الحزب أو الحركة تبعنا لأن نحن بدنا نكون قوات هيدا الشيء، ما في مغزى من هيدا الشيء. مثل ما قال ألبير لازم نعمل كومبرومايز. المبدأ الأساسي، وبرجع بقول أنه بدنا دولة مدنية، بدنا يمكن نظام رئاسي ولا شو ما كان يكون، هو ايديز او ايديولوجية عم نحلم فيها. تعالى اساسا نقدر نقول نحن انه اوكي انا ما عندي مشكلة ضحي كرمال هيدا السبب اللي بالنسبة لي هو نافع على كل باقي العالم، على امل يعني كل العالم شافت انه يعني من بعد ما بلشت 17-20 لهلا البلد عم بينهار وعم يكفي انهيار. مثل ما قال ألبير، يمكن اذا بنضل نقول انه مع الوقت بيزبط بيقطع 10-20 سنة وما بيصير شيء. اللي راح ياثر الوحيد هو الشغل، والشغل تيصير لازم عالم تكون عم تعمله، ان كان من مع مختربين مجتمعيين ولا مع حيالة انيشيتيف موجوده. عايزين نروح على الشغل، بس مش تنكون عم نشتغل بس يابا اشتغلنا، عم نشتغل تنوصل لمحل، تنوصل على بلد. اذا هذا الشيء بيكلف انه نترك الحزب بيعملناه لانه بدنا حزب، نتركه انه هي بس نعمل احزاب وما يوصل لمحل، على امل يعني يكون هيدا الشيء الكل هيك عم نقدر نطلع على نفس الشيء. بركي بيصير في عنا
mentalization ما بعرف شو سميتها الفهر. ان شاء الله بدي هيك ما بعرف. انا كثير محمس انه كثير عندي امل انه معقول نحن نقدر نعمل شيء كبشر، لانه بشوف ان احنا مختلفين مجتمعين ما كنا شيء ب 17 20، كان في كثير بوتنشل، كان في كثير مشاعر وفي كثير احاسيس انه عن جد عرفنا منهم شو فينا نعمل لنعمل هيدا الشيء. لهلا صرنا نتورك عن جد كثير منظمين، نشتغل شغل بنفتخر انه عم نشتغله، لانه عم نجاوب على اسئله بالنسبه لنا صعبين، بالنسبه لنا ما حدا عنده الوقت يجاوب عليها، نحن لانه شوي مش عايشين بلبنان تحت الستريس عم نعمل اللي علينا، بس نحن هون كمان بنساعد حيلا حدا عم يشتغل شغل لحاله، نحن عايزين عالم تشتغل معنا. سو هوبفلي يعني بنكون قادر عم نعطي شوي لمحه لشو فينا نعمل ك individuals منا لحالنا، وهو نشتغل بمحل عم بفيد. سو بهذا الشيء بدي اختم الحديث، بدي اتشكر جاد كثير، ثانك يو اجين وجودك معك ماكس مسيره ولا البارح نشوفه شي نهار لايف.